طيب، هو بيبو كده بيدخلنا في الاجواء بتاعت بطوله دوري ابطال افريقيا، ومباراه زي دي كانت نهائي بطوله دوري الابطال 2005 امام النجم الساحلي 3-0 في القاهره، المباراه المقبله باذن الله مع النجم الساحلي يوم الجمعه في بدايه دور المجموعات دور 16 من دوري ابطال افريقيا، وبدايه هتكون مهمه جدا مع فريق قوي. بس قبل ما نتكلم باستفاضه عن هذه المواجهه لازم نتطرق لمباراه الامس في الحقيقه، مباراه الاهلي والجونه. ما شاء الله لا قوة الا بالله، سواء اداء او نتيجه حاجه كويسه جدا. يعني مستر ريني فايلر بيعمل معادله صعبه شويه. احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم على مدار الايام اللي فاتت قبل المباراه بنقول ايه؟ بنقول لا ما تتوقعوش ان الاهلي هيلعب باداء جيد، ان شاء الله النتيجه هتيجي وهنكسب باذن الله يعني. لكن ما كناش متخيلين ان بعد فتره التوقف الكبيره دي 50 يوم تقريبا ما بتلعبش ماتشات، لعبت ماتش ودي واحد، وان انت تلعب بالاداء ده لا حاجه في الحقيقه غريبه. هي حاجه غريبه في الكوره. بتدل على ايه؟ بتدل على ان انت عندك مدير فني قوي. مش عايز اضخم قوي في مستر فايلر واقول ده اجمد واحد في الدنيا وكلام من ده، لا انا بتكلم من المعطيات اللي قدامنا. الراجل عامل ماتشات لحد دلوقتي ما حدش كان يتوقع في البدايه لمدير فني صغير في السن، كان فيه هجوم عليه كتير جدا جدا، ويكسب 7 ماتشات ما شاء الله لا قوه الا بالله متتاليه باداء اكثر من رائع في ال7 ماتشات. فلا لازم نقف هنا، لازم نقف وهنبتدي نتناقش مع حضراتكم ونبتدي نعرف راي حضراتكم ايه. هل ده توقيت تقييم مستر ريني فايلر ولا احنا مستنيين شويه، محتاجين شويه كمان؟ التشكيل في اختلاف طبقا للاصابات اللي كان بتواجه او اللي كانت بتواجه المدير الفني. يعني اتعامل ازاي مع غياب لعيب كبير زي حمدي فتحي، لعيب مهم في نص الملعب، اتعامل ازاي؟ لاعب قفشه ولاعب وليد سليمان، وكان السوليه هو اللي تقريبا بيدافع مع الاثنين المساكين ورا لما الكره نفقدها واحنا بنهاجم مثلا. يعني بعض الامور التكتيكيه العديده اللي شغل عليها مستر ريني فايلر. ففي الحقيقه هي معادله صعب، وجمهور الاهلي فرحان. بس هنا نقطه مهمه، ما هو الطبيعي ان الاهلي بيكسب، يعني احنا مش بنبالغ، الاهلي مع لاسيرتي في عز الاداء السيء جدا كنا بنكسب. لكن جمهور الاهلي فرحان ليه؟ عشان شايف شغل في الملعب، شايف اداء، شايف معدلات بدنيه كويسه جدا ما شاء الله، شايف سكور في كل مباراه. فدي الجوانب اللي كان بيفتقدها جمهور الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. كنا بنفتقد الاداء مع مستر لاسيرتي بصراحه، لا كنا بنكسب بالعافيه يا مسهل، ها هنكسب النهارده ان شاء الله. في اخر دقيقه بقى بتكسب، بتجيب جون في بدري في المباراه، وبعد كده بقيت الماتش بتريح بتدافع. لكن السعاده اللي عند جمهور الاهلي بسبب الاداء مش بسبب النتائج، لان طبيعي الاهلي يعني طبيعي ان هو بيكسب، مش حاجه بتبقى مختلفه. هو الهدف الاساسي دايما للنادي الاهلي، واحنا مش بنقول كده عشان يعني في قناه الاهلي وكلام، لا احنا بنتكلم الطبيعي ايه اللي بيحصل مع اي مدير فني، الاهلي بيكسب. المختلف مع مستر فايلر ايه؟ الاداء. مبسوطين جدا بالاستمراريه حتى بعد فتره توقف كبيره، استمراريه في الاداء، فده شيء مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمستر فايلر. واضح ان المقاومات الشخصيه عند الراجل مختلفه عن اي مدير فني جه قبل كده، ممكن لحد دلوقتي، ولازم نحط تحت دي 100 خط، لحد دلوقتي الشخصيه بتاعته مقاربه شويه لمانويل جوزيه في التعامل مع اللاعبين من الجانب النفسي بالتحديد، واحنا سالنا عدد كبير من اللاعبين في الحقيقه من خلال تواصلنا معاهم. لا في حاجه مختلفه ما بين مستر فايلر والمديرين الفنيين اللي قبل كده. مش هنضخم في المدير الفني، مش هنضخم ليه؟ لان احنا لسه ما حققناش حاجه، احنا ما خدناش اي بطوله، الراجل لعب 7 ماتشات، احنا في بدايه الدوري خدنا بس بطوله السوبر معاه طبعا، وده انجاز يحسب له، وكان اداء كبير جدا امام نادي الزمالك، وفي الاخر كده جه في جونين ضربات جزاء بسبب ظروف ماتش مش اكتر، لكن انت كنت راكب طول الماتش، يعني طول الماتش انت كنت شغال كويس جدا كرويا يعني. لكن لغايه دلوقتي احنا مستنيين هدف اسمى واساسي في الحقيقه، وهو بطوله دوري ابطال افريقيا، الكل بيشتغل على البطوله دي. فبالتالي الاداء مبشر، النتائج مبشره، عدد الاهداف مميز جدا. وبالمناسبه انت بتجيب 4 اهداف امبارح في الجون مضيع قدهم تقريبا، اهداف حقيقيه. فدي كلها امور تدعي للتفاؤل عند جمهور النادي الاهلي المنتظر والمتحمس بشكل كبير جدا لعوده بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي البدايه هتكون من خلال يوم الجمعه اللي جاي، مباراه الساعه 9 بالليل مع النجم الساحلي هناك في رادس، وميزه كبيره جدا ان انت هتلعب في رادس. لا مش عشان ان احنا بقى بنكسب في رادس وكلام من ده، لا عشان النجم الساحلي بيفتقد للملعب اللي هو متعود عليه، ملعب سوس، الملعب الاولمبي بسوس، ملعب صعب جدا، وجماهير هناك بتبقى قريبه من الملعب اكتر من ملعب رادس. ملعب رادس شبه استاد القاهره كده شويه، لكن ملعب سوسه الجمهور بيبقى قريب من الملعب، فبيبقى فيه قوه في التشجيع واجواء بتبقى مختلفه في الحقيقه يعني. فدي بدايه بالنسبه لك، هيبقى مش عايز اقول اختبار لمستر فايلر،
اللي كانت هتبقى احدى المباريات القويه جدا بالنسبه للمدير الفني من ساعه بخلاف مباراه الزمالك يعني. فان شاء الله نتمنى له النجاح والاستمراريه وللفريق وللاعبين اللي بيركزوا بشكل كبير. امبارح شفنا وليد سليمان بيحرز هاتريك. الراجل كان بيلعب كبديل قبل كده، ظروف الماتش اصابه لاعب، دخل وليد سليمان مفيش مشكله بيلعب وبيجيب هاتريك كمان، اول هاتريك في تاريخه واول هاتريك في الدوري المصري السنه دي يعني. فلعيب تقيل بمعنى الكلمه كرويا كده، وليد سليمان لعيب تقيل، خبره كبيره في الملعب انت بتحتاجه، ولما بتحتاجه بتلاقيه. تالق عدد كبير جدا من اللاعبين في النادي الاهلي بالامس، من كلهم في الحقيقه عشان ما ننساش حد يعني، لكن عايز اكمل تحديد على ازارو. الثقه بتبتدي ترجع، بان في ايه؟ بان في الاسيست اللي عمله لحسين الشحات اللي بيوصل تالقه. انا مبسوط جدا بتالق حسين الشحات بصراحه، لان الكلام كان عليه كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت. لكن ازارو مهم قوي عودته، مهم قوي ان هو واحده واحده كده يكتسب الثقه او يستعيد الثقه في نفسه اللي بيفتقدها خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يكون قادر على المساهمه مع زملائه في حصد الالقاب المختلفه والفوز بالمباريات العديده اللي هتكون امام النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. فالف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، وباذن الله منتظرين المزيد دايما. هو احنا كده جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى طماع، عايز اللي جاي ان شاء الله نكسب بنفس الاداء بنتائج كويسه. المباراه اللي جايه هتبقى صعبه جدا، مش منتظر قوي الاداء، لكن مهم قوي ان احنا ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه هناك في تونس عشان تبقى بدايه مميزه في دور المجموعات. معانا كريم يا جماعه مداخله؟ طيب خلينا نروح لكريم احمد مراسل قناه الاهلي على الهواء مباشره، نعرف منه اخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق عقب وصوله لتونس. اتفضل يا كريم. كل التحية ليك زميلي أمير هشام، تحياتي ليك طبعا وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. الأول طبعا قبل ما أبدأ معاك أي كلام حابين نهني النادي الأهلي طبعا على الفوز الكبير والأداء المميز أمام فريق الجونة. مباراة انتهت لكن الوقت ده جدا أمير، أنت عارف مجرد انتهاء المباراة مع الفرحة مع التصريحات مع كل الأمور دي، استطاع النادي الأهلي أن يغلق الصفحة تماما ويستعد مباشرة إلى مباراة النجم الساحلي في البطولة الأفريقية. مباراة غاية في الأهمية، لها تحضيرات عديدة جدا على المستوى الفني على المستوى الذهني أيضا كمان للاعبي النادي الاهلي وعلى المستوى الاداري. حابب ابدا في البدايه طبعا على المستوى الاداري وابدا بمجلس اداره النادي الاهلي على الخطوه المميزه والمسانده دائما يعني لفريق النادي الاهلي ولقطاع كره القدم بالتحديد. موضوع توفير طائره خاصه ده امير كان امر مهم جدا لفريق النادي الاهلي نون ليه مباراه الجونه، وان احنا نسافر كمان من الجونه ده كان سهل بشكل كبير جدا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، يبقى فيه راحه يبقى فيه يعني الذهن يبقى صافي شويه للرحله، اللي انت عارف يعني غير ان بيكون في طائره خاصه الامور بتكون صعبه شويه، مواعيد الطيران الترانزيت ممكن يكون متواجد او ان اللعيبه تكون متواجده في المطار عدد كبير من الساعات ولسه خارجين من حمل كبير جدا ومجهود كبير. فحابين طبعا نوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لمجلس اداره النادي الاهلي على هذا الامر، وموصول الشكر كمان للكابتن سمير عدلي. كابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا جدا لتوفير كل الامور سواء في فندق الاقامه في ملعب المباراه، التنسيق ايضا كمان مع معالي السفير نبيل حبش طبعا اللي استقبلنا في المطار. مجرد وصلنا استقبلنا مباشره، انت عارف يا امير الرحله كانت صباحا 10:30 صباحا يعني انطلقت بعثه النادي الاهلي متوجهه الى تونس. وصلنا هنا بتوقيت قرطاج 2 الا ثلث، انت عارف في ساعه فرق طبعا 3 الا ثلث في مصر 2 الا ثلث. بالفعل وصلنا الى المطار مباشره يعني 25 دقيقه او 30 دقيقه وصلنا الى فندق الاقامه. اللعيبه ما فيش وقت على الغداء مباشره وخلاص، يعني نقدر نقول ربع ساعه او ثلث ساعه واتوجه الحافله للنادي الاهلي وايضا كمان البعثه الاعلاميه المرافقه للنادي الاهلي لاول تدريب على ملعب الجامعه التونسيه. كالعاده طبعا يعني كابتن سعيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي بيكون في ترتيبات عديده، عندنا تدريب اليوم وغدا على ملعب الجامعه التونسيه، وان شاء الله يوم الخميس هيكون على ملعب رادس اللي هيستقبل مباراه النجم الساحلي والنادي الاهلي. من خلالك امير ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنطمن كل الجمهور على الحاله المعنويه الحاله الذهنيه الحاله البدنيه للبعثه بالكامل للاعبي النادي الاهلي، في حماس كبير في تركيز كبير في اصرار ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه بعد الاداء المميز جدا لفريق النادي الاهلي سواء في مباراه الجونه او اللي احنا كمان منتظرينه. يعني لسه كنا منتظرين رمضان نشوفه في مباراه الجونه، احمد فتحي كان متواجد على الدكه، عندنا يمكن فرقه بره امير على دكه البدلاء اللهم الحسن طبعا. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون موفقه في مباراه النجم الساحلي لحظه بلحظه من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي هننقل الصوره كامله لمعسكر فريق النادي الاهلي هنا في قرطاج. عوده ليك زميلي امير.
بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد ومراسل قناه الاهلي هناك في تونس والمرافق لبعثه الفريق هناك. ان شاء الله يعودوا لنا بالسلامه ويقدروا ان هم يكونوا موفقين في حصد 3 نقاط هامه جدا. قبل ما نروح لفاصل عايز اتكلم شويه في اخبار النادي الاهلي وخصوصا بعد مباراه الامس، والتركيز كله دلوقتي خلاص منصب على مباراه النجم الساحلي، ودي طبيعه النادي الاهلي. انت بتخلص مباراه ايا كانت مع مين نتيجتها ايه بتفكر في اللي جاي على طول، فبالتالي تفكير النادي الاهلي خلاص في مباراه النجم الساحلي. هم اتحركوا النهارده الصبح زي ما حضراتكم شايفين كده في لقطات حصريه معانا من الجونه بطياره خاصه لتونس على طول، وفي الحقيقه فعلا زي ما قال كريم كده كان قرار مميز جدا مجلس اداره النادي الاهلي توفير طائره خاصه للفريق عشان تقل الفريق من الجونه لتونس مباشرة بدل ما تضيع وقت وترجع القاهرة وبعد كده تروح على المطار عشان تروح على تونس. فدي كانت او ده كان قرار مميز جدا في الحقيقة. بالتالي هم مشوا النهاردة تقريبا الساعة 10 الصبح ووصلوا بعد 4 ساعات ونص، وزي ما قال لنا كريم كده راحوا اتغدوا في الاوتيل على طول وكل لعيب راح على الغرف الخاصة بيه عشان يستعدوا للمران المسائي. المران بالظبط هيكون في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت تونس، فرق ساعة ما بين هم قابلينا بساعة. فيعني كمان ساعة الا ربع كده هيكون تدريب النادي الاهلي. القايمة هي اللي كانت موجودة في مباراة اللاجونة، 22 لاعب: محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السولية، اليو ديانج، وليد سليمان، احمد الشيخ، افشه، اجاييه، رمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات، مروان محسن، ووليد ازار. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. كمان تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال ايه؟ قال ان احنا قفلنا خلاص صفحه الجونه وجاهزين لمواجهه النجم الساحلي وبدانا التحضير والتركيز بشكل كامل لهذه المواجهه يوم الجمعه المقبل باذن الله. وقال ان الاهلي يحترم فريق النجم الساحلي، عنده خبرات كبيره والبطولات الافريقيه كمان عنده عدد كبير من الالقاب، فبالتالي المباراه هتكون صعبه. ده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. كمان قال ان لاعبي الاهلي سيكونون على قلب رجل واحد، وده اللي احنا متعودين عليه دايما من لاعبه النادي الاهلي. الكابتن سامي قمصان بعد المباراه او النهارده الصبح بعد مباراه الجونه الصبح اتحرك للقاهره عشان يقود تدريبات المستبعدين، وهيرجع على تونس ان شاء الله او هيوصل تونس يوم الخميس عشان ينضم للبعثه هناك ويكون متواجد في مباراه النجم يوم الجمعه باذن الله. فايلر كمان اطمن على ترتيبات اقامه الفريق في تونس من خلال تواصله مع الكابتن سيد عبد الحفيظ او من خلال جلسه كده جمعت ما بينهم بخصوص طبعا مقر الاقامه، برنامج الفريق هيكون هناك ازاي، ملاعب التدريبات. وزي ما قال لنا كريم كده وزي ما عرفنا ان ملاعب التدريبات الاهلي دايما لما بيروح تونس بيتمرن على ملعب الجامعه التونسيه، ده ملعب خاص بالاتحاد التونسي لكرة القدم اللي بيتمرن عليه دايما المنتخب التونسي. هنتمرن تمرينين النهارده وبكره، ويوم الخميس ان شاء الله المران الرئيسي طبقا لوائح الاتحاد الافريقي هيبقى على الاستاد اللي هيستضيف المباراه وهو استاد رادس باذن الله في نفس توقيت المباراه. طيب كابتن سمير عدلي في الحقيقه كان عمل مجهودات كبيره، احنا شايفينه قدامنا على الشاشه، راجل بيعمل مجهودات عظيمه في الحقيقه، عنده خبرات كبيره جدا في كل هذه الامور الاداريه. يعني الاهلي يخوض النهارده المران زي ما قلنا لحضراتكم، وده شيء هيكون مهم جدا طبقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني. بعثه الفريق وصلت خلاص زي ما احنا عارفين، واكيد كان في استقبال البعثه الكابتن سمير عدلي وكمان السيد نبيل الحبشي السفير المصري في تونس، استقبلوا البعثه في المطار، وكان في طبعا استعدادات لاستقبال البعثه قبليها ب 48 ساعه لما سافر المدير الاداري الكابتن سمير عدلي. نبيل الحبشي كمان سفير مصر في تونس وجه الدعوه لبعثه الاهلي تناول العشاء مساء اليوم الثلاثاء، وده شيء بيبقى دايما معتاد من خلال السفر في اي دوله بيروح فيها النادي الاهلي، بيبقوا حريصين جدا على تسهيل كل العقبات بشكل كامل يعني. طيب الامور ماشيه بشكل كويس، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مهمته الاولى في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله المنتظره والغايبه عن دولاب بطولات النادي الاهلي وبيفتقدها بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبارنا، يلا بينا. طيب احنا اتكلمنا عن كرة القدم، عايزين نتكلم عن انجاز كبير اخر مهم جدا بالنسبة لرجال كرة الطائرة في النادي الاهلي. الناس دول عملوا انجاز يعني ممكن يكون مفاجئ للبعض. فوجئنا امبارح ان الاهلي فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الاهلي وصل لكام انتصار متتالي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، 100 انتصار متتالي في مختلف البطولات، دوري، كاس، دوري الابطال. ففي الحقيقة ده انجاز كبير جدا ما حصلش على مستوى العالم كله، يعني مفيش اي فريق طايره في العالم
وصل لهذا الكم من الانتصارات المتتالية. الفريق الوحيد هو فريق نسائي في تركيا وصل لكم انتصار؟ ل 73 انتصار. الاهلي كان كسر الرقم ده من زمان جدا ب 74 انتصار، دخل موسوعه جينيس. المره دي هيخش موسوعه جينيس كمان بانه اكتر نادي حقق انتصارات متتاليه، وصل للرقم 100 من خلال بعد ما هم يتحققوا، يعني من الرقم هيتحقق الرقم هيطلع صحيح طبعا. الاهلي كل المباريات اللي كسبها متتاليه دي كانت مباريات رسميه. فكل التحيه والتقدير للناس دي في الحقيقه، لان هم عملوا شغل كبير قوي. فازوا في كام مباراه بقى في الدوري؟ 14 مباراه في دوري ابطال افريقيا، 14 مباراه متتاليه في دوري ابطال افريقيا، و10 مباريات متتاليه في كاس مصر، و76 مباراه في الدوري المصري. الكلام ده ابتدى بدايه من موسم 2017 2018، والجميل ان الكلام ده كمان كان تحت قياده مدير فني واحد من بدايه توليه المسؤوليه. كسب اول ما مسك كابتن محمد مصلحي كسب دوري الابطال، وبعد كده لعب في قبل نهائي كاس مصر، خسر من طلائع الجيش، لعب على الثالث والرابع، كسب الطيران، وكانت دي البدايه للانطلاقه الكبيره المستمره حتى الان، وان شاء الله الرقم يزيد اكتر من كده. عشان كده معانا الكابتن محمد مصلحي المدير الفني رجال كره الطايره بالنادي الاهلي عشان نهنيه على هذا الانجاز. يا كابتن محمد مساء الخير عليك. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الف الف مليون مبروك، انجاز كبير جدا، وما كانش حد منتظر الانجاز ده، او ما كانش حد مركز فيه قوي. لكن انا عايز اسال حضرتك يا كابتن محمد، وانت المدير الفني الوحيد اللي كنت متولي المسؤوليه من ساعه ما جيت، هل ده كان في مخيلتك، او انت كنت بتخطط انك تكسر الرقم القياسي بتاع الفريق النسائي التركي، وان انت توصل لهذا الكم الكبير من الانتصارات المتتاليه؟ اولا مساء الخير عليك وعلى كل الاهلاويه. انا ما كانش في دماغي خالص الموضوع ده، كنت للامانه انا كل اللي كان في دماغي طبعا ان احنا هنبني فريق، لان احنا جيت بعد ثلاث سنين صعبين شويه سنه 2017. الحمد لله قدرت اجمع فريق او ارجع تاني الفريق اولاد النادي الاهلي، وده غير كده كمان يعني احط الناشئين، قاعده ناشئين كويسه كويس، واشترينا طبعا مجموعه من اللعيبه المميزه جدا جدا. والحمد لله قدرنا نسير بخطوات ثابته جدا من سنتين ونص تقريبا، واحنا الحمد لله ماشيين كويس. صح، ما كانش في دماغي خالص الموضوع دوت خالص، لكن نرجع الحق لاصحابه بمنتهى الامانه. شويه شباب من صفحه العاب الصالات يعني هم اللي تابعوا الموضوع من بدايته لنهايته، وهم اللي وثقوا الكلام ده كله. ده غير كده وكمان وثقوا بطولات النادي الاهلي كلها. انا بشكرهم جدا طبعا على المجهود اللي عملوه. وللناس كتير برضو او معظم الناس ما تعرفوش ان احنا الاول عالميا على حظ الالقاب القاريه. يعني دي حقيقه، دي حقيقه. فالحمد لله طايره النادي الاهلي. انا سعيد جدا جدا باللاعبين واللي حققوه، وطبعا مجلس الاداره وكل طبعا. الناس والله ليهم دور كبير جدا جدا في الانجاز الكبير دوت اللي صعب تحقيقه لانه بيحتاج سنوات. يعني اكيد الانجاز ده هتتعاملوا معاه ازاي يا كابتن محمد؟ هل هيبقى ضغط عليكم، ولا هيديكوا دافع اكبر لزياده هذا الرقم؟ يعني اولا امبارح كان الماتش اوله صعب شويه بسبب ان الضغوطات اللي كانت على اللعيبه. كنتوا عارفين ان المباراه دي هي المباراه ال 100 لو كسبتوها. بالظبط كده، لكن الحمد لله الاولاد تعاملوا مع الماتش بخبرتهم، وقدرنا نكسب ثلاث اشواط بعد كده. خلاص الموضوع انتهى، اللي احنا يعني لسه ما حققناش اي حاجه السنه دي خالص، احنا قدامنا اربع بطولات ان شاء الله نفكر فيهم بقى بمنتهى الهدوء، خصوصا ان الاولاد بتوع المنتخب تم استدعاء 10 منهم. ان شاء الله بعد ما يرجعوا بقى بعد شهر ونص كده باذن الله نبتدي يعني الدور الاولاني في الدوري، وبعدين البطوله العربيه، وبعدين البطوله الافريقيه، ونرجع للدوري تاني وكاس. فهيبقى تقريبا شهرين ونص حملهم عالي جدا على اللعيبه، وان شاء الله نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي. في المخطط بالنسبه لحضرتك يا كابتن محمد ان انتوا تزودوا الرقم يعني، ولا انتوا مش هتفكروا بالطريقه دي عشان ما يبقاش في ضغط عليكم، وان انتوا ماشيين بالامور؟ انت الهدف دايما بالنسبه لك في النادي الاهلي انك تكسب. والله هو انا بالنسبه لي انا مش هفكر في حاجه غير ان احنا نكسب بطولات ان شاء الله. كويس. خلاص كويس. وليه لا ان احنا نزود ارقام الرقم دوت بعد ال 100 ان شاء الله، وربنا يسهل الاولاد قادرين على كده يعني. طيب عايز اتكلم عن شكل المنافسه بقى السنه دي، واحنا عارفين في النادي الاهلي دايما ان انت خلاص كسبت، حققت رقم قياسي، عملت اي حاجه، بتفكر في اللي جاي، البطولات اللي جايه على طول. عندك اربع مباريات او اربع بطولات يا كابتن محمد، بتفكر فيهم ازاي؟ شكل المنافسه عامل ازاي في البطولات المختلفه دي؟
اولا بطوله الدوري هتبقى برضو صعبه، في اربع فرق قويين جدا اللي هو اهلي وزمالك وجيش وسموحه، خصوصا ان فرق معظمها استعانت باثنين محترفين مش واحد، يعني الزمالك استعان السنه دي باثنين محترفين، يعني كويس، فرقه كويسه جدا وهتنافس بقوه على الدوري وكذلك الكاس. عندنا البطوله العربيه طبعا فيها انديه كتير بتيجي بمحترفين، غير بطوله افريقيا ان شاء الله هو لسه ما تحددش مكانها فين، ربنا، وبطوله العربيه هنا في مصر، فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نحقق الاربع بطولات باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك طبعا ومبارك لكل رجال الطايره في النادي الاهلي بعد تحقيق هذا الانجاز المميز، ونتمنى باذن الله الاستمراريه حتى لو ما قدرتوش تحققوا كم اكبر من انتصارات المتتاليه، فانتوا عملتوا انجاز في حد ذاته، والاهم كمان هو الفوز وحصد الالقاب باذن الله مع الفريق خلال موسم مليء بالبطولات المختلفه، اربع بطولات بيشاركوا فيها رجال كره الطايره. اللي عاجبني في تصريحات كابتن محمد مصلحي وقال لك ايه؟ قال لك احنا السنه دي لسه ما حققناش اي حاجه. واضح ان الثقافه دي موجوده مش بس في كره القدم، لا موجوده في الطايره وفي الهاندبول وفي في كل الالعاب داخل النادي الاهلي. هي عقليه عند ابناء النادي الاهلي، العقليه دي دايما لما بتفكر كده هي اللي بتقودك للنجاح، ما فيهاش نقاش يعني. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ومن الاخبار في الحقيقه المفرحه والسعيده جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. سريعا عايز اقول لحضراتكم ماتشات النهارده، في ماتشات مهمه جدا سواء في الدوري المصري او بطوله دوري ابطال اوروبا. الدوري المصري بعد مباراه امبارح الاهلي فاز على الجونه 4-0 والزمالك خسر من انبي 2-1. بالنسبه للدوري المصري النهارده عندك اف سي مصر مع وادي دجله، ده ماتش كان الساعه 5 لو تعرفوا النتيجه يا جماعه قولوا لي، ومصر مقصه هتلعب 7:30 مع حرس الحدود. الماتش خلص 0-0 ما بين اف سي مصر وادي دجله. بالنسبه للتشامبيونز ليج في عدد من المباريات، ماتش اف سي مانشستر مخلص ماشي، عدد مباريات في الشامبيونز ليج، لوكوموتيف موسكو من روسيا هيلاعب باير ليفركوزن المانيا، جالاتا سراي تركيا، كلوب بروج من بلجيكا، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، دي مباراه منتظره ومهمه جدا وثائريه لريال مدريد بعد الهزيمه في المباراه الذهاب 3-0 او كان اكتر، اعتقد 3-0. النجم الاحمر هيقابل بايرن ميونخ، ويوفنتوس برضو دي من المباريات المهمه جدا مع اتلتيكو مدريد، اتلانتا من ايطاليا هيلاعب دينامو زغرب الكرواتي، ومانشستر سيتي من انجلترا هيلاعب شختر دونيتسك الاوكراني، وتوتنهام هوتسبور مع جوزيه مورينيو هيلعبوا اولمبياكوس اليوناني. دي مباريات اليوم. طيب اكيد هتبقى مباريات ممتعه في كل الاحوال يعني، طبعا دوري ابطال اوروبا هتلاقي مباريات ممتعه. المهم بقى اخبار الاهلي في الصحف ايه النهارده؟ نشوفها يلا. الأخبار، الأهلي فرم الجونة برباعية، وليد سليمان العائد متألقا يحرز هاتريك والشحات يختتم الأهداف. الأخبار المسائي، الأهلي يعزف أجمل الألحان، الأحمر يواصل انتصاراته ويفوز على الجونة برباعية. المصري اليوم، فايلر يطلب تجديد إعارة رمضان صبحي موسما، بعثة الأهلي تطير إلى تونس اليوم تحفيز اللاعبين من المكافآت لتخطي عقبة النجم الساحلي وفحص طبي المتوالي. الجمهورية، واصل انتصاراته واعتلى القمة مؤقتا، مهرجان أهلاوي في الجون. الأهرام الرياضي، الأهلي يتوعد النجم في رادس، جاريدو وكلوبالي يكشفان الأحمر واللياقة البدنية مشكلة فايلر. الأهرام المسائي، الأهلي جول اكتسح الجونة برباعية في الغردقة، وليد سليمان بطل المهرجان، فايلر يبدع، الخبرات خذلت نيبوشا ومروان محسن بلا تفسير. ماشي. الأهرام، الأهلي واصل العزف منفردا ويكتفي برباعية في شباك الجونة، فايلر يرهق المنافس والأحمر يطمئن جماهيره قبل لقاء النجم. الوطن، الأهلي يستبعد محسن وجمعة من رحلة تونس للراحة وزيادة الوزن، الفريق يسافر من الغردقة مباشرة، ونصيحة طبية تبعد سعد سمير، فايلر يعد عمار حمدي بالفرصة المناسبة، المدير الفني يستلم تقرير النجم قبل المواجهة المرتقبة. المسا، الأهلي استعرض فنونه الكروية في الجونة، فاز برباعية نظيفة ووليد سليمان خطف الأضواء بهاتريك. الشروق، رمضان صبحي باقم في الاهلي لنهايه الموسم، والنادي يجهز عرضا لتعاقد مع اسامه جلال.
نبتدي بالمصري اليوم. المصري اليوم اتكلم عن النادي الاهلي النهارده وقالوا ايه؟ قالوا فايلر يطلب تجديد اعاره رمضان صبحي موسما. طيب اتكلمنا في الموضوع ده وهنفضل برضو نتكلم على موضوع رمضان صبحي على مدار الفتره اللي جايه كلها، لان واضح ان هو ده الشغل الشاغل للصحافه المصريه في الحقيقه بعد تالق اللاعب سواء مع النادي الاهلي او المنتخب الاولمبي. فايلر طالب ان رمضان يكمل، اكيد طالب ان رمضان يكمل من غير بقى ايه ما نستنتج، يعني طبيعي لعيب هذا الحجم والقيمه الفنيه في الملعب اكيد المدير الفني هيبقى طالب انه يجدد او يكمل المشوار مع النادي الاهلي بعد انتهاء الموسم. خلاص دي حطوها في دماغكم، الاهلي هيشتغل على كده، طبعا هيشتغل على كده، الظروف ايه مش عارفين لسه، ده هيبان على مدار السبع شهور اللي جايين باذن الله. بعثه الاهلي تطير الى تونس، ده اتكلمنا فيه، وتحفيز اللاعبين بمكافئات لتخطي عقبه النجم، لعيبه النادي الاهلي متحفزه كده كده، يعني الموضوع بالنسبه لهم عارفين الهدف الاساسي النهارده او السنه دي بالتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا بعد ما حاولت فيها اكثر من مره وللاسف ما نجحتش على مدار سته مواسم سابقه، يعني ان شاء الله نكون موفقين هذه المره. فحص طبي المتولي، فحوصات طبيه هتبقى مستمره لمحمود متولي عشان الاطمئنان على حالته، هو كان عنده طبعا زي ما حضراتكم عارفين مزق في العضله الخلفيه بيتعالج منه حتى الان. نروح للأهرام الرياضي، والأهلي يتوعد النجم في رادس، طبعا الأهلي أكيد ده مركز في المباراة دي، وخلاص أي مباراة أنت الفترة الجاية هتاخدها، عندك دوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر أنت خلاص مركز فيهم بشكل كامل، طبعا كل بطولة على حدة وكل مباراة اللي هيجي لك أنت هتركز فيه، ما فيهاش نقاش. جاريدو وكلوبال يكشفان الأحمر، هيكشفوه إزاي يعني؟ جاريدو لما كان موجود في الأهلي كان معاه مجموعة لاعبين مختلفين عن الموجودين دلوقتي، أعتقد منهم ثلاثة بس، اثنين او ثلاثه اللي كانوا موجودين مع جاريدو ايام ما كان متولي مسؤوليه النادي الاهلي. فانطباعه عن النادي الاهلي معروف، انطباع كنادي كبير وحجم جماهيريه عظيمه وكلام، لكن انطباع فني ممكن من خلال متابعته لاخر المباريات مع مستر فايلر، ما هيدرس زي ما اي مدير فني بيدرس يعني، لكن الظروف متغيره، اللعيبه متغيره، فمش عنده خلفيه كبيره جدا يعني، هيعرفها من خلال متابعه للفريق. ونفس الحال بالنسبه لكوليبالي، الراجل كان موجود مع مجموعه لاعبين ومع مدير فني كمان مختلف، كان الكابتن حسام البدري، فهي بتبقى عناوين طبيعيه يعني. اللياقه البدنيه مشكله او مشكله فايلر، ما فيش مشكله ولا حاجه في اللياقه البدنيه، ممكن عشان انت بتلعب ماتشين في فتره زمنيه قليله وماتشين كبار مهمين جدا مع الجونه ومع النجم الساحلي، اجهاد نسبي، لكن هيتم التعامل معاه بكل تاكيد في النادي الاهلي، وفي جهاز فني متكامل يقدر يتعامل مع مثل هذه الامور والعقبات. نروح للاهرام المسائي، الاهلي بدنيا امبارح كان ما شاء الله يعني، كاتبين ايه؟ الاهلي غول ما شاء الله، اكتسح الجونه برباعيه في الغردقه، وليد سليمان بطل المهرجان، كل ده حلو وما فيش اي مشكله وحاجه جميله جدا في الحقيقه. فايلر يبدع حقيقي، الخبرات خذلت نيبوشا، الجونة فعلا ما كانوش مستواهم امبارح، لكن الاهلي عمل شلل للجونة، شلل يعني، احنا ماسكين ما شاء الله الكوره طول الماتش، الجونة مش عارفين يمسكوا الكوره ولا نص الملعب ولا عارفين يطلعوا بالكوره لقدام اي هجمه ولا حاجه ولا اتنين لعندار الماتش. اللي يهمني بقى في العنوان ده موضوع مروان محسن بلا تفسير. دايما احنا في الصحافه المصريه او كاعلاميين بشكل عام، الاعلام المصري دايما بيحاول يركز ايه مع اللعيبه بالتحديد المهاجمين شويه، طبعا ما بيجيبش جوان فيبقى ده لعيب لا مش كويس وفي مشكله عنده وما فيش تفسير لحالته وكلام من ده. لا، لازم نحط في الاعتبار الظروف اللي ممكن يكون تعرض ليها اللاعب. عندك مروان محسن لسه راجع من اصابه، اول مباراه لعبها مع سموحه في اول الدوري، اول مباراه في الدوري وتعرض لاصابه كبيره في وشه وكسر، ويا دوبك رجع لعب اعتقد شويه في مباراه الاتصالات الوديه، وشارك اول مباراه رسميه بعد فتره كبيره ما شاركش. فبالتالي طبيعي ان الراجل مش هيرجع قوي قوي يعني، مش هيرجع بمستواه، هياخد وقته، فمش عايزين نحط ضغوط على اللعيبه يعني. طبعا هي دي جريده مش مختصه بالنادي الاهلي بس، هي بتتكلم في كل الاحوال عن كل الاخبار اللي بتخص الانديه كلها، لكن في نفس الوقت يعني الناس في بعض الاحيان بتركز شويه مع النادي الاهلي وده طبيعي، لكن احنا لازم نوضح الصوره لجمهور النادي الاهلي. اللاعب لسه راجع من الاصابه وان شاء الله منتظر منه او منتظرين منه المزيد، سواء هو او ازار باذن الله يكونوا مؤثرين في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وكلنا ثقه فيهم في الحقيقه وداعمين ليهم بشكل كبير. نروح للوطن بقى، هات لي الوطن لان الوطن فيها خبر مهم قوي. الاهلي يستبعد محسن وجمعه من رحله تونس الراحه وزياده الوزن. طيب صلاح محسن فعلا الراجل ريحه، اداله 3 4 ايام كده راحه سلبيه، ده حقيقي. موضوع صلاح جمعه ودايما هيبقى الكلام في الموضوع ده، طالما صالح جمعه مش في القايمه لاي مباراه فالناس بقى هتقعد تتكلم عن صالح جمعه، ملوش علاقه بزياده الوزن، استبعاد صالح جمعه فني بس، مفيش اي حاجه تانية، لا زياده وزن ولا حاجه. لما بيجي اسم صالح جمعه تقول اصل وزنه زايد،
اصل مش عارف هو سهر فين، اصل حصل ايه، لازم طالما اسمه صلاح جمعه. وللاسف هو اللعيب هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي انت بصراحه يعني هو اللي ادى الانطباعات عند الصحفيين وعند الجماهير كده. لكن الفتره الحاليه صلاح ملتزم في التدريب بشكل طبيعي، بيتمرن، لعب مباراه الاتصالات الوديه وماشي بشكل كويس. موضوع الاستعانه بيه ده مترتب على الرؤيه الفنيه لمستر فايلر او لاي مدير فني يعني بشكل عام. هل هو شايف ان هو محتاج له فنيا؟ هيضم. شايف ان مش محتاج له فنيا في الماتشين دول؟ مش هيضم. بس لكن ما لهاش علاقه بزياده وزن وكلام من ده، استنتاجات يعني. لسه خبر الوطن مخلص، الفريق يسافر من الغردقه مباشره، ده اتكلمنا فيه. نصيحه طبيه تبعد سعد سمير. بص بقى الجزئيه دي مهمه قوي. قال لك ايه في متن الخبر بقى لما تيجي تقرا الخبر كده؟ قال لك سعد سمير مش هيلعب كوره غير في شهر واحد، ودي نصيحه طبيه من الطبيب الالماني قالها للدكتور خالد محمود في النادي الاهلي، وزياده في الحرص سعد سمير ما يلعبش، وان الدنيا لسه مع سعد لسه بيتعالج من الاصابه وهياخد وقت، وعشان يلعب اول مباراه رسميه ليه هيبقى في شهر واحد. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الكلام ده من وحي خيال كاتبه، يعني موضوع مفروغ منه. احنا سالنا وطقسنا كده او عرفنا يعني اللي حصل في موضوع سعد سمير، او سعد سمير مش موجود ليه في قائمه الماتشين. سعد سمير الامور ماشيه بالنسبه له بشكل جيد جدا، لعب مباراه الاتصالات 90 دقيقه، المباراه الوديه، هل ده لو لعيب لسه مش سليم هيلعب مباراه حتى لو وديه 90 دقيقه؟ لا طبعا. تمام؟ الصحفي كمان ما حاولش ان هو يسال الدكتور خالد محمود، اساله قول له حاله سعد سمير ايه؟ كان هيقول لك الحقيقه، كان هيقول لك الخبر الصحيح. ده خبر من وحي خيال اللي كاتب الخبر. سعد سمير متاح للجهاز الفني في اي وقت محليا بالتحديد، لان هو مش مقيد افريقيا. بالتالي وقت ما الجهاز الفني هيستعين بسعد سمير او هيبقى محتاج سعد هيكون موجود وبيلعب او هيلعب بشكل جيد، لانه بيتمرن بشكل جيد جدا، وده حديث كمان مستر فايلر معاه اللي مبسوط من ادائه بشكل كبير قوي قوي في التدريبات. وطبيعي سعد هتجيله فرصه امتى؟ لا قدر الله، لا قدر الله لو حد اتصاب في مركزه، انت عندك الاثنين اللي ماشيين في مركزه ماشيين بشكل كويس، فمش من المنطقي ان انت تحط سعد او غيره بعيد عن الاهلي بقاله فتره في التشكيل فجاه كده. لا اكيد هتيجي الظروف اللي ممكن تخلي سعد يلعب او اي لعيب مصاب، مش عايز اتكلم عن سعد بالتحديد، لكن ان احنا نحاول نختلق اخبار او نقول معلومات غلط خالص عن لاعب سواء سعد او غير سعد، ده مش حقيقي يعني، ده ملوش اي لازمه بصراحه يعني. موضوع بيبقى مستفز شويه ولازم ان احنا نرد عليه. هل سعد جاهز بدنيا؟ جاهز فنيا؟ جاهز بدنيا وفنيا. لو بكره مستر فايلر قال له تعالى العب هيلعب، ما عندوش اي مشكله طبيه اطلاقا. سعد بقاله كتير غايب من ساعه مباراه سان داونز اللي مش عايزين نفتكرها في الحقيقه، اتصاب في اول مباراه وطلع واصابه كانت كبيره، فعاد والامور ماشيه بالنسبه له بشكل كويس في انتظار اشاره مستر فايلر. الراجل مبسوط منه جدا في التدريبات في الحقيقه يعني. فانا مش عارف بيبقى الهدف ايه من وراء الاخبار دي. وبالمناسبه هقول لحضراتكم معلومه برضو، اللاعب نفسه كان حريص ان هو يشارك في مباريات الناشئين فريق 20 سنه، حاول ان هو يشارك في هذه المباريات، لكن للاسف لوائح المسابقه منعت مشاركته. هو عايز يجهز نفسه فنيا باكبر كم ممكن من الماتشات، حتى لو مع قطاع الناشئين او كم مباراه وديه اتلعبت مع المصري للاتصالات. في المجمل طالما اللعيب جاهز والاهلي اعلن جاهزيته وبيشارك في التدريبات، واكيد صحفيين كتير جدا بيتفرجوا على التدريبات في النادي الاهلي، كان هيعرف حقيقه الخبر او حقيقه المعلومه. لكن دايما ممكن يكون صحفي ما بيحبش مثلا اللاعب الفلاني، صحفي متضايق اصل ده اللاعب الفلاني ده ما ردش عليه في التليفون، وارد الحاجات دي بتحصل يعني، فيروح مقطع فيه او مخبط فيه او يعطله من خلال اخبار زي دي. لكن الاخبار دي غير حقيقيه، واحنا دورنا ان احنا نوضح لحضراتكم. كمان الوطن بتقول لك ايه؟ فايلر يعد عمار حمدي بالفرصه المناسبه. ما بيبقاش فيه دايما وعود في النادي الاهلي ان انا هقول لك استنى في فرصه هتيجي قريب وانا بوعدك ان انت هتلعب، لا الظروف هي اللي بتحكمك. عمار حمدي لعيب كويس جدا وعمل بطوله رائعه مع المنتخب الاولمبي، لكن الفرصة لما تجيله أكيد هتبقى حسب الراجل يعني مدير الفني، واللي خلاص تسلم كمان تقرير النجم سعيد ده معروفه عشان المباراة يعني. طيب كان لازم نقف عند خبر الوطن شوية في الحقيقة، نروح للشروق. رمضان صبحي باقم في الأهلي لنهاية الموسم، ده مفروغ منه، واتكلمنا مع حضراتكم قبل كده وقلنا إن مستحيل رمضان صبحي يمشي في يناير. طيب نادر شوقي من خلال التصريحات اللي كانت مكتوبة في المتن ده في جريدة الشروق قال إيه؟ قال ان في بعض العروض جت للاعب وفي تواصل من انديه اوروبيه مع هدرسفيلد، وكمان عرضوا ان ممكن ندفع فلوس ونقطع الاعار عشان يجيب اللاعب في يناير. ده ممكن يحصل، ممكن يحصل، لكن كلام نادر شوقي كمان ايه؟ قال احنا عندنا رايين، راي الوكيل اللاعب وراي للاعب نفسه. وكيل اللاعب اللي هو نادر شوقي قال ايه؟ قال انا شايف ان احنا لازم نحترم تعاقداتنا كوكيل، فهو بيحترم تعاقد اللاعب
مع النادي واللي ممتد لنهايه الموسم. ادي نقطه. النقطه الثانيه فيما يتعلق باللاعب واللي قاله كمان نادر الشوقي، قال ايه في الخبر ده؟ قال ان اللاعب نفسه حريص جدا في استكمال الموسم ده مع النادي الاهلي، وعايز يجيب الدوري ودوري ابطال افريقيا، ودي من الاهداف الاساسيه بالنسبه له. اذا موضوع ان رمضان صبحي يمشي في يناير ده مستحيل يحصل. نهايه الموسم بقى احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش عارفين الدنيا ممكن تمشي ازاي. الاهلي هيسعى للتعاقد مع رمضان، وانا لازم اكد على حضراتكم مرارا وتكرارا في هذه النقطه، لكن انت مش ضامن هل هادرسفيلد الامور بالنسبه له هيبقى محتاج رمضان. فانت ممكن هادرسفيلد ده يصعد البريمير ليج السنه دي، هو في تشامبيونشيب نزل درجه ثانيه، ممكن يصعد في رمضان يبقى موجود في نادي في الدوري الانجليزي لو النادي محتاجه هناك. الاهلي محتاجه، الاهلي هيبقى محتاجه وهيسعى. في عروض اخرى هتيجي رمضان، اكيد في عروض اخرى هتيجي لرمضان. هتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هتحاول تتعامل بالشكل اللي تقدر عليه للحفاظ على اللاعب، وكمان انت بتقابل تفكير من اللاعب او طموح من اللاعب، الله اعلم ساعتها هيكون ايه، لسه مش عارفين. مش عايزين نستبق الاحداث. النادي يجهز عرضا للتعاقد مع اسامه جلال. بالمناسبه موضوع اسامه جلال، الاهلي كان بيحاول يتعاقد معاه في الصيف اللي فات ده، المفاوضات فشلت، كان في تواصل مع انبي والمفاوضات فشلت وكان تواصل رسمي. هل الاهلي هيسعى للتعاقد مع اسامه جلال الفتره اللي جايه؟ لعيب كبير جدا ومميز في خط الدفاع، وممكن الاهلي يفكر فيه، اكيد هو في الصوره، اكيد من ضمن اللاعبين المقترحين كده بالنسبه سواء لجنه التخطيط او للمدير الفني. توقيت التعاقد معاه ده متروك للنادي، هو احنا عندنا مكانين بس اللي هنجيب فيهم لعيبه ونمشي منهم لعيبه. احتياجاتك هي اللي هتحكمك، هتجيب مدافع، هتجيب نص ملعب، لاعب في وسط الملعب، هتجيب مهاجم، هتجيب وينج، تمام؟ ده اللي هنعرفه بقى لما مستر فايلر يستقر بشكل نهائي من خلال تواصله مع المسؤولين عن الكره بالنادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع نشوف. يلا الجمهوريه اونلاين، الجونه نجم المنتخب الاولمبي لن يعود للاهلي. الفجر الرياضي، عملاق اوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي. مبتدا، ريني فايلر يوافق على رحيل لعمار حمدي. في اليوم السابع، ماير يحذر الاهلي من التسرع في عوده حمدي فتحي. ماشي، نبتدي بالجمهوريه اونلاين. تقول لك ايه؟ تصريحات للمسؤول عن الجونه او عن فريق الجونه نادر الشوقي، واللي قال النجم المنتخب الاولمبي لن يعود للاهلي قصده على مين؟ قصده على اكرم توفيق. أكرم توفيق كان في كلام الفترة اللي فاتت بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي إن ممكن الأهلي يقطع الإعارة ويجيبه في شهر يناير. في كل الأحوال الأهلي بيحترم تعاقداته، ما فيهاش أي مشكلة. لو الأهلي رغب في عودة أكرم هيبقى التواصل مع نادي الجونة، نادي الجونة وافق أوكي، ما وافقش كمل عقدك عادي، ما فيهاش أي مشكلة. ده لو الأهلي عايز كده. في إعجاب بقدرات أكرم؟ أه حصل، في إعجاب بقدرات أكرم في البطولة. لكن ما فيش أي قرار بعودة أكرم في يناير. الراجل هيرجع إمتى؟ هيرجع مع نهايه الموسم. لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها، هل ممكن يبقى في جديد؟ ما حدش عارف، لكن الاهلي ما طلبش رسميا عوده اكرم توفيق، ده شيء مفروغ منه. نروح للفجر الرياضي. عملاق اوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي وقصدهم على اولمبياكوس اليوناني، وما فيش اي تواصل رسمي حصل مع النادي الاهلي من خلال اي نادي في اوروبا لحد دلوقتي. في اعجاب بقدرات اللاعب من اكتر من نادي، في كلام من وكلاء كتير جدا بخصوص عمار، متواصل كله شفهي، مفيش أي حاجة رسمية، مفيش أي خطابات رسمية بخصوص عمار. لما هتيجي حاجة رسمية الأهلي هيشوف، يعني يطلع اللاعب إعارة، يطلع اللاعب بيع نهائي، أمور كلها متروكة للمسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي. وفي الحقيقة عمار حمدي عنده أو في اهتمام، مش عايز أقول عروض، في اهتمام من عدد من الأندية سواء في مصر أو خارج مصر باللاعب، لكن لما يبقى في خطابات رسمية هيتم التعامل معاها يعني. ونفس الكلام في موقع مبتدا بيتكلموا برضه عن عمار حمدي، بيقول لك ريني فايلر يوافق على رحيل عمار حمدي. هو توقع اكبر لو احنا كده ناس بنتابع، توقع ان ممكن الراجل يوافق ان عمار يطلع اعاره، خصوصا انه مش مقيد افريقيا، وانت عندك بطوله دوري ابطال افريقيا بتعتمد اكتر على اللاعبين المقيدين في البطوله دي. هو مقيد محليا، او هو كمان تحت السن على فكره، مش واخد مكان في القايمه، يعني ممكن برضه تكون حاجه في حسابات الجهاز الفني ان لو ده واحد مش واخد مكان في القايمه لا انا استفاد منه، انا مش عارف ظروفي ايه. دي كلها امور بتدور في ذهن المدير الفني في الحقيقه. فبالتالي عمار مش موجود في ال 30 لعيب، هو لعيب يعتبر لسه في قطاع الناشئين، بس انت بتستعين بيه لقدراته الهائله والمميزه.
هل هتوافق بقى تطلعه عارة يكتسب المزيد من الخبرات، ولا هتبقى محتاجه في الفترة اللي جاية والنص التاني من الموسم بعد شهر يناير؟ يعني برضه هنشوف ازاي هيتم التعامل مع ملف عمار حمدي في النادي الاهلي. نروح لليوم السابع، وماير اللي هو الطبيب الالماني اللي اجرى الجراحه لحمدي فتحي في غضروف الركبه بيحذر الاهلي في عوده حمدي فتحي. طيب حمدي فتحي عنده قطع في الغضروف وعمل الجراحه وحركته اكيد طبعا عارفين، وخيط عباره عن خياطه لغضروف الركبه، فعاده بيبقى المده من شهرين لثلاثه. الاتجاهات الطبيه دلوقتي بتوصي بايه؟ بان انت تاخد فتره اكبر عشان الاصابه ما ترجعش. ده الكلام بالمناسبه اللي قاله ايه دكتور خالد محمود لما رجع مع اللاعب من المانيا. الفتره الاكبر دي هتبقى كام شهر؟ لسه مش عارفين. هتترتب على ايه؟ على حاله اللاعب ومدى استجابته للعلاج ومدى التئام الغضروف بشكل كامل. التوقيت الالتئام ده الله اعلم، ممكن يكون امتى؟ بعد 4 شهور، بعد 5، بعد 3، ما حدش عارف. فاكيد في متابعه لحاله حمدي فتحي، لعيب مهم جدا للاسف الاصابه جات له في وقت سيء جدا زيه زي محمد محمود، لكن في كل الاحوال الاهلي هيتعامل في ملف هذه الاصابه بالشكل المطلوب، واكيد حريص جدا على عوده اللاعب بجاهزيه تامه طبيا بالتحديد يعني، وبعد كده الجاهزيه البدنيه دي بتيجي باذن الله. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، عندنا بقى ايه اخبار عالميه ومحليه نروح نشوفها، يلا بينا. الوطن سبورت، غريب يطلب 48 ساعة شهريا لإعداد الفراعنة لميدالية أولمبي. الجمهورية أونلاين، الجبلية ترفع رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي باستثناء وائل رياض. اليوم السابع، المنتخب الأولمبي يخوض وديتين في شهر مارس باليابان. سوبر كورة، المنتخب الأولمبي يرفض مواجهة منتخبات إفريقية خلال المرحلة المقبلة. بوابة أو بوابة فيتو، اتحاد الكرة يناقش استعدادات المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو. موقع الكابتن أسامة جلال يكشف وجهته المقبلة في يناير. بوابة الأهرام، محمد صلاح ضمن المرشحين لفريق عام 2019. الفجر الرياضي، صلاح لن يكون مثل رونالدينيو، مانويل جوزيه يفجر مفاجأة أثناء قيادته الأهلي. بوابة الشروق، الليلة في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، مهمة ثأرية للريال أمام سان جيرمان في البرنابيو. وأخيرا موقع مبتدأ، رسميا إبراهيموفيتش ينضم إلى نادي جديد. طيب ماشي، نبتدي بالوطن سبورت. الوطن سبورت بتتكلم عن كابتن شوقي غريب وعن المنتخب الاولمبي اللي فرحنا خلال الاسبوع اللي فات في الحقيقه، ووصلونا لاولمبياد طوكيو، وده كان الهدف الاهم، وكمان جابوا لنا البطوله هنا في مصر يعني. كابتن شوقي غريب طلب من اتحاد الكره طبقا للخبر يعني ان يوفر له 48 ساعه كل شهر لاعداد الفراعنه لميداليه اولمبيه. معسكر عباره عن يومين يبقى فيه تواصل وتدريبين للمنتخب للعناصر اللي هيختارها كابتن شوقي غريب عشان يبقى فيه انسجام مستمر على غرار الانسجام اللي كان موجود في البطوله. ويعني اكيد كابتن شوقي غريب حاطط برنامج لاعداد المنتخب الاولمبي، لان هو وعد كمان بميداليه في الاولمبياد، واحنا اكيد نتمنى واحنا عندنا المقومات والقدرات في الحقيقه يعني. طيب الجمهوريه اونلاين، حقه طبعا كابتن شوقي غريب ان انت توفر له كل حاجه، لازم الجهاز الفني كله واللاعبين، طبعا فرحونا اعمل لهم اللي هم عايزينه، ما فيهاش اي مشكله خالص يعني، لكن ما بيفرحناش لا، شوف هتتعامل معاهم ازاي. الجبليه ترفع رواتب الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي باستثناء وائل رياض. طيب يعني اكيد العقد كان خلص خلاص بتاع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، وفي تجديد للعقد خلال الفتره اللي جايه من خلال اجتماع ما بين اللجنه الخماسيه او احد اعضاء اللجنه الخماسيه ورئيس اللجنه الخماسيه مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. اكيد هيبقى في زياده مرتبات، ده ما فيهاش مشكله خالص يعني، كابتن شوقي غريب لو كان بياخد جنيه هياخد 5، لو مش عارف وائل رياض او محمد شوقي بياخدوا 3 جنيه هياخدوا مثلا 4 كده يعني. ففي كل الاحوال
الرواتب هيتم تعديلها وناس تستحق في الحقيقه، لكن هنا في الخبر بيقول لك ايه باستثناء وائل رياض. ليه باستثناء وائل رياض؟ لان وائل رياض مشرف على اكاديميه الجونه وبيتقاضى مرتب من هناك، فاتحاد الكوره هيقول له قدامك خيارين، يا اما تبقى موجود عادي في الجهاز وتاخد المرتب اللي انت بتاخده حاليا او اللي خدته مع نهايه العقد وتكمل عادي كمشرف على اكاديميه الكوره للجونه، او تتخلى عن منصب الاكاديميه وتبقى متفرغ بس او تبقى مع المنتخب الاولمبي بس ويتم زياده الراتب. ده قرار بقى الكابتن وائل رياض، لكن في الحقيقه كلهم جهاز فني كويس وعملوا بطوله جيده. مع البدايه كانت الامور مهزوزه شويه، لكن في النهايه قدروا ان هم يفرحوا كل الشعب المصري. بالمناسبه احنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي كده، احنا عندنا للاسف بتيجي تتكلم ايه، الناس دول حققوا بطوله، الناس دول فرحوا المصريين، وهنتطرق لتصريحات بعض اللاعبين يعني في الحقيقه يعني بتوع المنتخب الاولمبي. طبعا احنا فرحنا بيهم وطبعا هم ابطال وكل حاجه، لكن عايزين العقليه عندنا تختلف شويه. مش بتكلم على جمهور ولا بتكلم على اي حد، انا بتكلم على مدير فني او على لاعبين او على مسؤولين عن الكوره والرياضه في مصر. انت دلوقتي خلصت هدف، صعدت للاولمبياد، ادي هدف، وخدت البطوله، ادي هدف تاني. الهدف اللي جاي بالنسبه لك ايه؟ هل انت عايز تروح طوكيو عشان تمثل تمثيل مشرف بالنسبه للمنتخب وخلاص، ولا عايز تجيب ميداليه؟ حدد هدفك، لما تحدد هدفك خد قراراتك. لو انت عايز تجيب ميداليه واللائحه بتقول لك ان انت تضم 3 لعيبه، القايمه 18 لعيب، تمام، عايز تستخدم اللائحه استخدمها طالما هدفك انك تجيب ميداليه. مش مركز قوي في موضوع الميداليه، وانا اشك يعني كابتن شوقي غريب اكيد عايز يجيب ميداليه، فخلاص كرم الناس دي. لو احنا بنتكلم من منطلق العاطفه او التكريم خلاص يبقى ما تضمش اي حد. لو بتتكلم من منطلق، انا على فكره لا مع كده ولا مع كده، انا ماليش دعوه، القرار عند مين؟ عند المدير الفني. احنا بنناقش بس الامور، بنفكر كده مع بعض بصوت عالي، والقرار في الاخر لكابتن شوقي غريب. لكن لو انت عايز تجيب ميداليه اكيد هتفكر النواقص اللي عندك ايه. في نواقص في منتخب الانبي؟ في نواقص، مع ان احنا عندنا ابطال وجابوا لنا بطوله يعني ووصلوا لنا الانبياد. النواقص دي اتعامل معاها، طالما اللائحه بتديك الاحقيه ان انت تجيب ثلاثه من الكبار، شوف الثلاثه المميزين من وجهه نظرك وطبقا لخططك واختارهم. اللعيبه كمان تصريحاتهم التلفزيونيه لازم تبقى متزنه نسبيا، هم بس قليل الخبره شويه، حماس زايد شويه، ما فيهاش اي مشكله، بيتعلموا من الحاجات دي. لكن ما ينفعش ان انا اتطرق للعيب محترف او لعيب مش عارف، احنا مش محتاجين حد واحنا زي ما احنا كده واحنا مكان. لا، مش انت اللي تقول خالص، اللي يقول الجهاز الفني، اللي يقول المدير الفني بالتحديد كمان، يناقش الجهاز ويقرر في الاخر. فمعلش يعني هم ممكن ينقصهم الخبره شويه، مش عايزين نفسد الفرحه بالنسبه لهم. البعض بينتقد لعيب المنتخب على تصريحاتهم في التلفزيون يعني، لكن في كل الاحوال لسه يعني هم صغيرين، اكيد مش عارفين ايه اللي ينفع يتقال ايه اللي ما ينفعش يتقال. هم اكيد عندهم طموح ان هم يشاركوا طالما جابوا البطوله وتعبوا فيها، بس حافظ على مستواك. لما تحافظ على مستواك على مدار السبع شهور الجايين اكيد المدير الفني هيضمك، مستواك اهتز، هيشوف حد بديل ليك، لان انت في الاخر بتلعب بايه؟ بتلعب باسم مصر، انت ما بتلعبش باسم فلان الفلاني او لعيب كذا او اللي جاب لي جون كذا ولا اللي عمل لي الاسيست كذا، لا، انت بتلعب باسم مصر وعلم مصر وفي محفل دولي عظيم وكبير وهو الاولمبياد. القرار في الاول وفي الاخر لمين؟ للكابتن شوقي غريب، بس لازم اللعيبه شويه، بعض اللاعبين مش عايز اقول كله، يراجع تصريحاتهم لان ده شيء مهم جدا. طيب الشيء بالشيء يذكر يعني، نروح احنا وقفنا عند ايه؟ الجمهوريه اونلاين، ماشي، نروح لليوم السابع. المنتخب الاولمبي يخوض وديتين في شهر مارس باليابان، ده قرار هيبقى مميز قوي في الحقيقه، لو فعلا كده تبقى حاجه كويسه ان انت تروح اليابان في شهر مارس، وده اول معسكر او اول توقف دولي بالمناسبه. بس في اعتقادي ان هيكون المنتخب الاولمبي بينقصوا عدد من اللاعبين اللي هيكونوا مع المنتخب الاول، اللي هيكون ليه اولويه في التوقيت ده. ليه ليه اولويه؟ لان انت في شهر مارس هتلعب اول مباراه في تصفيات كاس العالم. فالكابتن حسام البدري كده ربنا يا رب يكرمه ويوفقه، هيختار ايه؟ عناصر المنتخب الاولمبي. فكابتن شوقي غريب هيفتقد هذه العناصر، لكن في كل الاحوال مهم قوي المعسكر للناس اللي مش هتكون موجوده في المنتخب الاول. وكمان مهم ان هو يكون في طوكيو، تاخد على الاجواء كده قبل البطوله باربع خمس شهور، هتبقى حاجه كويسه. وتلعب كمان مباراه وديه زي ما قرينا في الخبر مع منتخب اليابان، وهترتب لمباراه وديه اخرى. فواضح ان كابتن شوقي غريب حاطط برنامج مميز للاعداد يعني، ان شاء الله هو عنده خبره في الموضوع. الراجل جاب لنا برونزيه كاس العالم 2001، فاكيد عارف ازاي يتعامل في مثل هذه المحافل العالميه يعني. نروح لايه؟ نروح للسوبر كوره. السوبر كوره بتقول المنتخب الاولمبي يرفض مواجهه منتخبات افريقيه خلال المرحله المقبل، وبرضه احنا مش عارفين لسه قرارات كابتن شوقي غريب ايه، لكن ده خبر على عهده السوبر كوره. ولو كده التفكير برضه تفكير ايجابي، ليه؟ انت لعبت خلاص خمس مدارس مختلفه في افريقيا، لعبت مالي، الغانا، الكاميرون،
جنوب افريقيا، لعبت كوت ديفوار، فانت خلاص يعني في احتكاك افريقي انت خطه خلاص. لكن في المقابل اكيد هيبقى عندك خطه ان انت تعمل احتكاك اوروبي في الماتشات الوديه اسيوي مع امريكا او دول من امريكا الجنوبيه، ده هيكون شيء مهم في خطه الاعداد للاولمبياد باذن الله. طيب بالتالي كمان بوابه فيتو اتحاد الكره يناقش استعدادات المنتخب الاولمبي لاولمبياد طوكيو، واكيد هيبقى في اجتماعات وهيبقى في تحديد للبرنامج الخاص للاعداد لهذه البطوله، وكل الدعم هيكون من اللجنه الخمسيه، ده دورهم وواجبهم وشيء مفروغ منه علشان ان شاء الله باذن الله ينجحوا المنتخب ده ينجح في الاولمبياد. يعني في خطه اكيد موضوعها هتتناقش وهنشوف الدنيا هتستقر على ايه في النهايه. ماشي، لسه مع المنتخب الاولمبي واحد عناصر المنتخب من موقع الكابتن اسامه جلال بيكشف وجهته المقبله في يناير. هو اللاعب قال ان هو يعني بيحلم بالاحتراف في اوروبا لو ما فيش فرصه، هو بيقول ان جاي له عروض من بره، يعني لو ما فيش فرصه انه يسافر هيروح هيشوف العروض اللي جات له سواء من اهلي او زمالك يفاضل، او مش عايز اقول يفاضل يعني الراجل هيشوف، يعني ماشي الراجل هيشوف الدنيا بالنسبه له هتبقى ايه حسب ما نشوف الاهلي هيبقى محتاج اسامه جلال في يناير ولا لا. يعني اسامه جلال لعيب كويس وهنشوف الامور بالنسبه له هتستقر على ايه. طيب نروح لبوابه الاهرام. محمد صلاح ضمن المرشحين لفريق عام 2019، قائمه مكونه من 50 مرشح منهم 10 من ليفربول. العشرة محمد صلاح، ماني، فيرمينيو، فان دايك، هندرسون، رينالدو، مين تاني؟ فابينو وروبرتسون وارنولد. ناقص حد واليسون. 10 لاعبين من ليفربول مرشحين ان هم يكونوا متواجدين في تشكيلة العام 2019 بالتحديد، يعني اتمنى ان صلاح يكون موجود في التشكيلة في الحقيقة، لأنه السنة اللي فاتت لما كان من أفضل ثلاثة في العالم ما كانش موجود في التشكيلة بتاعت فريق الموسم، لو كانت دي غريبه في الحقيقه. يعني نتمنى السنه دي يكون موجود، ما اعرفش المقاييس بتاعتها بتبقى ايه بصراحه. يعني نروح للفجر الرياضي، ومستر مانويل جوزيه كان ليه تصريحات في احدى الصحف البرتغاليه وبيقول ان انا ايام ما كنت بقود النادي الاهلي انا شاركت مع النادي الاهلي في كاس العالم 3 مرات، كاس العالم للانديه، قال البطوله كانت دايما في 3 مرات اللي انا لعبتها كانوا في طوكيو او في اليابان، وكان بنواجه صعوبات كبيره قوي في الساعه البيولوجيه، وكنا بنتمرن بالليل وننام الصبح، فالموضوع ده كان عامل لنا صعوبات في البطوله. حتى هو كمان بيقول انا قابلت رونالدينيو وديكو، طبعا اللاعب البرتغالي الشهير من اصول برازيليه اللي كان موجود في برشلونه في هذا التوقيت، قابلهم في كاس العالم هناك وقال لهم بتتعاملوا ازاي في موضوع الساعه البيولوجيه ده، قالوا ان الموضوع صعب جدا وان احنا بالليل بنبقى صاحيين والصبح بننام وموضوع صعب. فبيقول لك ان محمد صلاح مش هيواجه هذه الصعوبه لان البطوله السنه دي في الدوحه في قطر، فالامور هتبقى مهيئه بالنسبه له بالنسبه لفريق ليفربول لحصد البطوله. يعني اتمنى التوفيق طبعا لمحمد صلاح، يعني لقب يضاف ليه في الحقيقه. بوابه الشروق، واتكلمنا احنا على مباريات الشامبيونز ليج، مباريات مهمه جدا النهارده وبكره كمان في مباريات اخرى. خلينا نفكر حضراتكم مره ثانيه، النهارده في مين؟ لوكوموتيف موسكو هيلعب بايرن ليفركوزن، جالاتا سراي وكلوب بروج، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، النجم الاحمر من صربيا هيلعب بايرن ميونخ في صربيا، يوفنتوس هيلعب اتلتيكو مدريد في ايطاليا، اتلانتا هيلعب دينامو زغرب في ايطاليا، مانشستر سيتي هيلعب في انجلترا على ملعبه مع شختر دونيتسك، وتوتنهام هوتسبير هيلعب اولمبياكوس في انجلترا ايضا. نروح لموقع مبتدا. قال ايه موقع مبتدا؟ قال ان رسميا ابراهيموفيتش ينضم لنادي جديد. النهارده على الانستجرام كده ابراهيموفيتش نزل فيديو عليه تيشيرت باسمه. الناس شافت التيشيرت ده فطلع ان ده تيشيرت فريق اسمه هاماربي السويدي، وان خلاص كده معنى الفيديو ده ان ابراهيموفيتش تعاقد رسميا مع هذا الفريق، فريق سويدي، بعد خوض تجربه في لوس انجلوس جالاكسي الامريكي، والعقد بتاعه يخلص بنهايه شهر ديسمبر يعني، فبالتالي يحق له التعاقد مع اي نادي. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل هينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ وليد زينهم الناقد الرياضي بروزا اليوسف عشان نتكلم معاه في بعض الملفات. استنونا.
الاستاذ وليد زنهم الناقد الرياضي بروزل يوسف بينورنا وشرفنا. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بيك يا امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. عايز اقول بس في البدايه ان فريق اف سي مصر فاز على وادي دجل بنتيجه 1-0 في الدقيقه 91 من عمر المباراه. جاب الجون مصطفى سلطان، يعني ده الاسم المكتوب عندي. فبالتالي الاهداف اللي بتيجي في الدقائق الاخيره كتير اليومين دول تقريبا شويه، لكن اكيد بنبارك لاف سي مصر، فوز مهم جدا بالنسبه لهم يعني. طيب احنا عايزين نتكلم عن النادي الاهلي ورؤيتك للمباراه امبارح امام الجونه. البعض شويه كان بيقول لا الاهلي مش هيرجع بالاداء اللي ختم بيه البطوله قبل ما فتره التوقف، لكن الناس فوجئت الاهلي بيحقق تاج اداء ونتيجه كبيره. رايك ايه في امبارح في المباراه؟ لا هو بالنسبه لي انا مش مفاجاه. مش مفاجاه؟ مش مفاجاه خالص. ليه بقى؟ لسبب بسيط. اولا انت عندك في الكوره المقدمات بتادي النتائج. حلو. طب المقدمات بتاعت فايلر كانت ايه؟ ممتازه جدا. فمهما كان حصل توقف شهر، ده بقول لك على حاجه، الفرقه اصلا اللي كانت بتعاني قبل التوقف رجعت تعاني بعد التوقف. يعني اللي هو يعني الاهلي بالنسبه له فتره التوقف كنا احنا بنقول هتضره، لان هو كان ما شاء الله بادئ زي القطر، القصه كويسه، ما بيفرقش معاه منافس، بيكسب نتائج عاليه، اداء ممتاز. لا الاهلي رجع برده بنفس الاداء. دي مفاجاه تعتبر؟ لا هي مش مفاجاه لسبب بسيط. مش بتكلم عن النتيجه، بتكلم عن الاداء. بتتكلم على الاداء. لا الاداء مش مفاجئ. واقول لك على حاجه كمان، لما نجي لها مع النجم انا بقول لك انت هتكسب النجم بره، بس لما نجي لها ربنا يسهل، قول يا رب بس. بقى ماشي. ما هو اصل بص، الكوره هقول لك ليه مش مفاجاه. اي حاجه بتتحكم في نتيجه ماتش في الدنيا، اي ماتش ايا كان، اهلي وزمالك، زمالك واسماعيلي، اهلي وانبي، اي ماتش اي ماتش، في اربع عوامل. الاربع عوامل دول هم العوامل، اول حاجه العوامل الخططيه، ثاني حاجه العوامل البدنيه، ثالث حاجه العوامل النفسيه، رابع حاجه التوفيق وعدم التوفيق. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا. هنتكلم في ثلاثه تانيين هم اللي بتوعنا. طب الثلاثه التانيين دول اسهم بمنتهى البساطه على اي فرقه، اسهم على المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، هتعرف ليه ده كان بيحقق ودي ليه دقه. اسهم على الاهلي، اسهم على الزمالك، هتعرف ليه ده كسب وليه ده ما كسبش. نقسم، تعال نحط العوامل دي ونقيسها على فايلر. طيب من العوامل الخطه التكتيكيه، فايلر باين جدا ان هو مدرب متميز. امبارح بقى عمل حاجه ثانيه جديده خالص. فايلر الست ماتشات اللي لعبهم قبل ماتش امبارح كلهم كانت بطريقه واحده مع تفريعات كتير، بس هي كانت الطريقه واحده 4-3-2-1 4-2-3-1. هي دي الطريقه، بيبقى ليها تفريعات او ساعات بيلعبها هاي لاين، ساعات بيأمن اخر 20 دقيقه عشان حته اللياقه وكده، لكن بيبقى ليها اكتر من تفريعه. امبارح فايلر لعب حاجه ثانيه خالص. حاجه ثانيه خالص. فايلر دي المفاجاه يعني. هو هكلمني الخطه بتاعت فايلر امبارح هي دي المفاجاه. لكن الاداء، لا الاداء انا كنت متوقع الاهلي يلعب كويس. النتيجه انا توقعت من قبل الماتش 2-0. هو فايلر بقى فاجئني في 4 مش باتنين. لكن من الخطه هي دي المفاجاه. والمفاجاه في ايه؟ ليه هو لعب ازاي امبارح؟ لعب 4-1-4-1. هو دي الخطه اللي اتقالت على الورق والاستادات التحليليه وكل حاجه، لكن هي الخطه المفروض هي تفريعه من 4-3-3. الخطه دي بالظبط كده كوبي بيست، هي خطه بيب جوارديولا. هو المدرب الوحيد في العالم اللي بيلعب باتنين لعيبه مركز 10 يحطهم في مركز 6 اللي هم دي بروينا وسيلفا. هو الراجل بيلعب بيهم ارتكاز دفاعي وحيد. امبارح كان عامل ايه فايلر؟ لعب باتنين مركز 10. حتى الناس استغربت هيلعب ازاي باتنين. يا جماعه القصه بسيطه، ما هي الادوار ايه؟ انا ممكن العب بثلاثه مركز 10 بس الادوار ايه؟ ده مدرب فاهم. فكان كل واحد ليه دوره. كان وليد سليمان امبارح ما كانش بيلعب مركز 10، وقفش ما كانش بيلعب مركز 10، امبارح ما كانش في مركز 10 في الاهلي، امبارح الاثنين كانوا بيلعبوا مركز 6. مركز 6 بس هو عارف ان قدراتهم الهجوميه عاليه، هو ده اللي يهمه. الاثنين عندهم فيجن، الاثنين عندهم رؤيه، الاثنين تسديداتهم على المرمى كويسه، هو عايز ده. هو الراجل عايز ده. فايلر امبارح دي اول جزئيه، فايلر امبارح بقى استفاد من فتره التوقف بشكل كبير جدا. الاستفاده جت من حاجتين. اولا كان السلبيه الوحيده اللي ممكن بنقول خلي بالك يا فايلر منها اللياقه البدنيه. لا اللياقه البدنيه ما شاء الله ما شاء الله. وده اول حاجه من معسكر الامارات، ادي اول استفاده. حلو قوي النقطه دي، ادي اول استفاده لازم نقف عندها، لان الناس انتقدت معسكر الامارات بالنسبه للنادي الاهلي وقال لك ما كانش فيه مباريات وديه، وكمان الناس انتقدت ان الاهلي لعب على مدار 50 يوم مباراه وديه واحده امام الاتصالات، وقال لك ده هياثر على النادي الاهلي بشكل او باخر. يعني القصه دلوقتي هو واضح ان معسكر الامارات جايب نتائج جايه. معنى اهو النتيجه ما احنا شفناها امبارح. معسكر الامارات لو كان فاشل كانت النتيجه بانت امبارح. كنت هبص تلاقي الماتش تعادل، فايلر بيكسب واحد بالعافيه، الاداء مش حلو. طب هقول لك لسه شويه حاجات ثانيه، احنا بس بنتكلم الخطه اول حاجه، تاني حاجه اللياقه البدنيه. انا بقول لك هي لسه ما وصلتش للمرحله بالطب. اللي تقدر تقول فيها لا ده فايلر هيقابل اي فرقه في افريقيا يحط عليها. لسه ما وصلتش للمرحله دي. لسه ما وصلتش للمرحله اللي انا ابقى حاطط قاعد كده وحاطين رجل على رجل وبقول لك لو الاهلي رايح نهائي افريقيا وهيلعب بره ترجي وداد الفرق الكبيره دي، اقول لك انا مطمن انه هيعمل نتيجه ايجابيه. لسه لسه لسه، بس مع الوقت، خاصه انت لسه فايلر مستلم من قبل الموسم، القصه ماشيه، النسق ماشي من ساعه ما علي بريتم الاداء والاداء ما نزلش، ما فرقش مع توقف. طب دي حته اللياقه. حاجه ثانيه المرونه التكتيكيه العاليه للفايلر. فايلر المرونه التكتيكيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، الطريقه اللي لعب بيها زي ما بقول لك 4-1-4-1، ده على الورق وده اللي احنا شفناه في مصر، لكن هي 4-3-3 بتفريعه مختلفه، بتفريعه جديده، بتفريعه ما اتطبقتش قبل كده في مصر، هي بتتطبق بره، لكن في مصر دي لسه بشوكه، دي اول مره تنزل. يعني
الخدمه دي اول مره تنزل. الخدمه دي اول مره تنزل مع فايلر. وعلى فكره فايلر في الماتشات اللي فاتت في حاجات كتير برده وبشانات كتير اول مره تنزل. في التدريب الحديث احنا ما كناش بنشوفها. احنا كنا بنتغشى قبل كده في خواجات بيجوا في انديه كتير ومنتخبات ويتقال عليه خواجه ويجي يعمل بروفيسور وفي 100 مصر احسن منه. طب بس بالراحه كده هل احنا كده بنحكم على فايلر ولا هل احنا مستنيين فتره اكبر عشان نحكم على فايلر بشكل نهائي او الناس تحكم يعني بشكل نهائي على المدير الفني؟ او الحكم النهائي بشكل عام على المدير الفني بره في اوروبا بيقول لك ما تقدرش تحكم بشكل نهائي على مدير فني الا بعد 8 ماتشات. طب فايلر لعب 7 فاضل له النجم. طب من دلوقتي برضو من قبل ما تلعب النجم لا فايلر خلاص خد الشهاده بتاعته. فايلر كان مع دكتوراه مش هقول لك بقى لسه ده مستنيينه ينجح ولا يفشل. يعني ده ممكن البعض دلوقتي يتفرج عليه يقول لك انت بتضخم الامور شويه. ما هو ده للاسف انتقاد عمال يتوجه لكل مطبوعه ولا كل جريده كاتبه حلو على فايلر. انتوا مش عارف ايه، انتوا بتهتموا بس، انتوا بتدوا يا جماعه القصه زي ما بقول مقدمات بتدي نتائج. انت الراجل بيعمل ايه؟ انت احنا في روز اليوسف بكره كاتبين موضوع بارقام فايلر ارقامه بس عشان وعنوان الموضوع الارقام بتتكلم. عنوان الموضوع كده خلاص. ما انت بقى بتقعد تقول لي شوف ارقام الراجل عامله ازاي. المدرب 7 ماتشات كلهم فوز، 3 بطولات مختلفه، معدله التهديفي هو الاعلى لاي مدرب انا شفته من ساعه ما الموسم بدا في اي حته. 3 اهداف جوارديولا 2.9 من 10، كلوب 2.4 من 10. انا بكلمك بقى في مين؟ بس بكلمك في مين؟ بنقول فرق الدوريات. ما هو فرق الدوريات بيفرق. بس انت جوه مصر ما عندك. طب بلاش ميتشو معدله التهديفي كام؟ اهو ده المفروض مدرب اجنبي وكبير ومعروف ومع نادي كبير، معدله التهديف 1.5 في المباراه، يعني نص فايلر. ميتشو نسبته في النجاحات كام في الدوري؟ 75%. فايلر 100%. ميتشو يعني ميتشو مسجل كام هدف؟ ميتشو مسجل 6، فايلر مسجل 14. وفايلر لعب ماتش اقل. اكلمك في ايه تاني؟ يعني انا اجي اقول لك ايه تاني عشان ان انت تقول على الراجل ده كويس؟ يعني انت شايف ان كده خلاص احنا بنحكم على فايلر؟ لا انت بتحكم عليه. انت فاضل دلوقتي بص فايلر دلوقتي مقارنه ان انت تقول عليه حلو ولا وحش دي عدت خلاص. دي عدت خلاص. انت دلوقتي فاضل تور هو يعني فايلر. اقول لك في ماتش النجم مستحيل يبان اكتر؟ ما هو ماتش النجم هيبان. وعايز اقول لك على حاجه، انا بقول لك انا عندي ثقه ان يعني يوم فايلر يبقى مش موفق يوم ماتش النجم النتيجه هتخلص تعادل، والنتيجه هتبقى مرضيه جدا للنجم، وده كلام اعلامهم النهارده وجريده نفسه مرعوب من الماتش. وهم هناك يعني احنا بنتكلم عن النجم. انا بخاف من الكلام ده قبل الماتش بصراحه. لا القصه يعني مش مساله كلام. استنى بس ماتش مهم قوي، ماتش النجم مستحيل يا جماعه. ثواني بس. اوكي هو مهم بس الفرقه صعبه طبعا. احنا تقال ما شاء الله وماشيين كويس وكل حاجه، لكن ظروف ماتش ما حدش عارف ايه. احنا مش عايزين بس ايه نزود الطموح عند الناس. طبعا طموح النادي الاهلي او جمهوره ان انت دايما تكسب، لكن انت برده هتقابل فريق قوي عنده خبرات افريقيه عظيمه. يعني فريق قوي جدا. بس انت برده زي ما بقول لك تعال نشوف النجم، تعال نشوف فنان. احنا وظيفتنا هنا التوفيق وعدمه ده بتاع ربنا. انت ممكن تروح تلعب ماتش قوي جدا ومش موفق، خلاص هتعمل ايه؟ انت بتتكلم دلوقتي كمعطيات. انا بتكلم معطيات وفنيات. احنا بنتكلم في الجزئيه دي. الجزئيه دي بتقول ايه؟ الجزئيه دي بتقول ان النجم اللي هو اللي انت رايح تلعبه دلوقتي مش في حالته. النجم عنده اصابات مؤثره جدا. اتعادل اخر مباراه مع اتحاد بن قردان 1-1 واتطرد منه لعيب. وكان الشوط الثاني كله بيحاول يامن عشان المباراه ما تفلتش. هو مش اتعادل اخر مباراه. هو النجم كمان في المركز الكام دلوقتي؟ في المركز السادس في الدوري التونسي. ده مش مركز مبشر. بس خليني برضه اقول لك المدير الفني الجديد لما بيجي بيبقى ليه طريقه مختلفه او بيبقى فيه دوافع كتير او جديده عند اللاعبين، فبتلاقي روح كبيره قوي في الماتش. ماتش كبير زي ماتش الاهلي ما طبيعي. ممكن تلاقي الشكل مختلف. يعني كل دي مش مقياس، او كل الامور والنتائج دي او ترتيبه في الدوري مش مقياس. ما طبيعي طبيعي طبيعي. وكمان جاريدو هو عارف كويس وكان قال تقريبا المباراه دي عنق زجاجه. المباراه دي بالنسبه له يعني هو شايفها هي اللي هتبدا تصح الاوضاع. ما احنا برده تعال نبص المباراه من وجهه نظر النجم. النجم عايز ايه من الماتش؟ النجم اهم حاجه عنده والاولويه القصوى دلوقتي ان هو ما يخسرش. دي الاولويه القصوى عند النجم. لانه هو عارف ان هو الاداء مش عالي، عنده لعيبه مؤثره. يعني هقول لك على حاجه، النجم محمد امين بن عمر مش موجود. مش هيلحق الماتش بنسبه كبيره. اللي ممكن يلحق الماتش حمزه الاحمر لسبب بسيط، لانه كان موجود في السكور شيت اول امبارح بس الراجل ما لعبوش لانه مش جاهز 100%. كشريده كمان مش هيلحق الماتش. طيب انت عندك النجم كوليبالي هيلحق او هيبقى موجود؟ اللي عملوا ايه يدوه عمليا؟ لا هو موجود بس حته مشاركته، لانه ما شاركش اول امبارح. شاركش نهائي حتى ما كانش في السكور شيت. اللي كان موجود الاجنبي اللي كان موجود في السكور شيت كان كوناتيه قلب الدفاع، هو ده اللي كان موجود. ويمكن البرازيل البلاي ميكر بتاعهم هم دول اللي كانوا موجودين. بس في حاجه بس عايز اقولها. اتفضل. ان ايه مميزات فنيا مميزات النجم؟ ايه اسلحه النجم وايه نقط ضعفه؟ أقوى أسلحة في النجم العرضيات وكرة الثابتة.
ده في تونس على طول. ده ما هي دي ميزه عامه. وزي ما هي ميزه عامه هي على فكره نقطه ضعف في الفرقه المصريه فعلا. يمكن فايلر بيحاول يطورها شويه الفتره الاخيره، ان الراجل برده فيه نقط لو بتلاحظ من امبارح في نقط والراجل بدا يشتغل عليها. هو خلاص بدا يشتغل المنظومه الجماعيه والسيستم بيشتغل، لكن في تريكات صغيره لسه عايز يستفيد منها. الراجل عايز يستفيد من الكورنرات، بدا امبارح حتى بدل ما يرفع الكورنر لا طب اريح لوليد سليمان او لواحد شويت يشوط جه منها جوه. كان الاول الراجل بيرفع الكورنرات مفيش كورنر جه، طب ما انا لا. ففايلر بيحاول بقى طب خلاص انا اخلص ده بان انا اريح واحد يرفع من وضع حركه بحيث ان انا استفيد من الكورنر. حاجه ثانيه الضربات الثابته، امبارح كذا واحد بيشوط، دي نقطه مهمه جدا يا فايلر. انت ما ينفعش امبارح يتحسب لك اكتر من 6 7 ضربات ثابته من اماكن حساسه جدا ومفيش واحده منهم عارضه ولا جون ولا قريبه قوي. ما انت لا، الفرق الكبيره معروف معاها ان فاولين خطر واحد منهم جون. هيبقى في شغل يعني على الجزئيه دي خلاف دي جزئيات أكيد. مهمه دي جزئيات مهمه. انا بقول لك في فرق العقليه دي اكيد هيشوف المواقف دي ويعالجها. في فرق اكل عيشها على الحاجات دي فعلا صح. انا بقول لك فرق شمال افريقيا ممكن يبقى طول الماتش بيدافع قصادك عشان انت الاهلي ومش قادر يجاريك في الكره على الارض، بس يستنى كورنر يستنى فاول خطر هيرفعه وعنده 2 3 طوال بيجيدوا على لعيب الهوا هيجيب لك جون يبقى خد منك الماتش. الحاجات الكوره فيها تفاصيل صغيره، تفاصيل صغيره بتفرق طبعا. فايلر ميست ما بيسيبش حاجه للتفاصيل بس بيشتغل عليها مع الوقت. وانت جاي مع دي سلبيه مش في الاهلي، دي سلبيه عامه للكره، المنتخب نفسه بيعاني من العرضيات فعلا. معاك احمد حجازي وما شاء الله هي قافه في الكره المصريه وبقالها سنين طويله، في حين ان كره شمال افريقيا اتطورت في الجزئيه دي. هو ممكن ما يلعبكش كره على الارض، ما مش هيقدر يجري بس يخلص ماتش بكره عرضيه، بس يخلص ماتش بكره عرضيه. هي دي بقى اسلحه النجم اللي انا بتكلم فيه، او كره ثابته او كره ثابته، دي اخطر اسلحه في النجم. طيب ايه نقط ضعف النجم؟ طقم الدفاع كله بطيء. طيب مع سرعات عاليه عندك زي الشحات وزي رمضان انت سهل تخترقه كتير، مع مدرب زي فايلر بيلعب كره على الارض انت سهل تخترقه كتير. انت عندك بغطاس، بن عزيزه، كوناتي، بوناس، دول الاربعه اللي هيلعبوا، دول طقم الدفاع، لان كشريده بنسبه كبيره مش هيبقى موجود، وان كان لعيب مهم قوي في الناحيه اليمين وحتى دولي طبعا. الاربعه دول انت عندك بطاء، ما عندكش الا اوناس بس هو ده اللي مفتاح هجومي، ومفتاح هجومي مهم قوي ومؤثر، ويمكن مسجل لهم في الدوري السنه دي 4 تجوان، ده برضو عنصر قوه، ده مفتاح مهم جدا لاهداف، رغم انه مدافع، لاهداف فريق النجم. طيب النجم خطورته كلها في وسط ملعبه، طب وسط ملعبه العقل المفكر مش هيبقى موجود، محمد امين بن عمر، حمزه الاحمر، بس هو بقى له فتره مش موجود، هو بقى له فتره مش موجود. طيب وطول ما هو كان عنده رباط صليبي، ما هو طول ما هو مش موجود النجم عامل ايه؟ النجم بيقول لك جايب 14 نقطه من 7 مباريات في المركز السادس. لو الراجل ده موجود عمر النجم ما يبقى في المركز ده، ده العقل بتاعه. وعندهم مشاكل اداريه الله ينور عليك، ولسه جريده الراجل جاي ما بقالوش كام يوم، ده هم لسه جايبين جريده وحاول يلم الليله شويه، لان هم برده نادي كبير واسم كبير في الكوره في القاره، وليهم جمهور كبير وفي كل حته، فلا فريق معروف وفريق تقيل. والفرق الكبيره دايما سمه الفرق الكبيره، الفريق اللي اتقال عليه كبير بجد هو اللي ما بيسيبش نفسه يقع فتره طويله. صح. في دروب بحاول الم نفسي، في مشكله اداريه بحاول اعالجها، في مشكله فنيه بعالجها، دي الفرق الكبيره. الفرق الكبيره ما بيسيبش خلل، الخلل بيشوفه فين وبيحاول، فالنجم بيحاول يقوم تاني وهو شايف. عشان برضو انت بتقول لي بلاش النبره دي، لا انا بقول لك الماتش يخوف، لان النجم نفسه بالزبط. شايف انه مكسب الماتش ده يحل له مشاكله طبعا، مكسب الماتش ده حل النجم مشاكله كلها. هم شايفين ده معطيات ما قبل المباراه بالنسبه للجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي، واللي احنا كنا بنتكلم عنها والظروف اللي بيمر بيها النجم الساحلي. هل ممكن تخدع النادي الاهلي في مباراه زي دي، ولا هيتم التعامل معاها ازاي؟ هو فايلر ما اعتقدش ان هو هيتخدع لسبب بسيط. فايلر في ميزه، فايلر قبل اي مباراه بيذاكر المنافس ايا كان مين، فريق متوسط، فريق صغير، فريق كبير، لا ده بيذاكره قوي. وطريقه اللعب بتبين لك انه بيذاكره. لما غير الطريقه امبارح هو الراجل مش بيجرب، لا الراجل واضح انه مذاكر الجونه، الجونه بالفرق اللي بتلعب كثافه عدديه في وسط الملعب. صح. طب انا احل الكثافه دي ازاي لو ما كانش عندي كثافه مماثله؟ طب اعمل كثافه مماثله ازاي؟ انا بلعب بثلاثه بيهاجموا، جناحين وسنتر فيرود، راح لعب وراهم باثنين كمان مع جناحين ورا طايرين، انت في كرات هجمات للاهلي كنت بتلاقي جوه منطقه جزاء الجونه 7 لعيبه. عمري ما شفت فريق في مصر في اي هجمه من وضع حركه، مش كورنر، في اي هجمه من وضع حركه في 6 أو 7 لعيبه جوه منطقه جزاء المنافس، ما بتحصلش. لا ده امبارح دي كان وضع طبيعي الفايلر اكتر من هجمه كده. طب ده واضح ان هو مذاكر الفرقه، ده واضح ان هو مذاكر الفرقه، هي دي ميزه من مميزاته. ما انا بقول لك ان الراجل بيذاكر، الراجل كمان معاه تحليل اداء على اعلى مستوى، لان هو بيبقى عارف كويس امكانيات كل لعيب ايه، واضح من حتى تغييراته لما بيقعد حد وينزل حد ما يحصلش خلل في الفرقه. يعني امبارح الراجل مع احسن جناح عندك رمضان ما بداش بيه، مع ذلك الفرقه ما تاثرتش. اي فرقه ثانيه في الدوري عندها جناح فايق وقوي جدا بوت رمضان لو غاب الفرقه هتصوت. لا والاسخن من كده كمان، احنا كنا معتقدين الاهلي ممكن يتاثر بغياب حمدي فتحي، هو ما تاثرتش خالص، ما حسيتش رغم ان حمدي فتحي ده فايتر طبعا، لعيب مهم قوي، ده فايتر. انا بكلمك في لعيب 20 مباراه مع الاهلي جاب 3 جوان وصنع 3 جوان، ده لعيب رغم ان هو ارتكاز دفاعي
لا ده اكتف قوي على الجول، ده اللعيب ده هو اللي كان بيكسب منتخب مصر في الوديات. صح، ده انت مش بتتكلم في حد. انت مش بتتكلم بس في حد. انت ما حسيتش بغيابه، بس انت ما حسيتش. ما هو ده نجاح مدرب ان هو مجهز لك البديل. وليد سليمان لسه راجع ودافع بيه اساسي هاتريك. الظروف والتوفيق ده من عند ربنا. أوكي. لكن في النهايه في اجتهاد وفي شغل وعمل ماتش كويس، عمل ماتش ممتاز. يعني عمل ماتش ممتاز. ده وليد سليمان دلوقتي ثاني هداف الدوري. بالظبط، ده ثاني هداف الدوري. ده انت عندك دلوقتي بص على قائمه الهدافين في الدوري، اول اربعه فيهم ثلاثه اهلي. يعني اول اربعه فيهم ثلاثه اهلي. فدي ما دي معناها ايه؟ غزاره تهديفيه عاليه. صح. جدا للمدرب ده. صح. يعني الطبيعي عندنا وليد ورمضان ومين؟ وليد ورمضان والشحات. رمضان والشحات ثلاثات ووليد اربعه. انت عندك الاول عبد الله السعيد خمسه ووراه ثلاثه اهلي، وعندك بقى ناس ثانيه كتير هدف. انت جايب 14 جول عشان لسه بدايه البطوله. انت طبعا لسه بدايه البطوله، يعني انت متصدر الدوري والفرق الثانيه اللي بتنافسك سابقاك بماتش. صح، يعني وانت في بدايه البطوله اصلا لما يبقى في حد سابق حد بماتش بتبقى فارقه. طبعا القصه انا مش بكلمك انت لاعب 20 ماتش والثاني لاعب 21. فلا، انت لاعب اربع ماتشات بس، خدت العلامه الكامله، باقي الفرق كلها بلا استثناء بتتكعبل. انت المدرب الوحيد، انت وارد تتكعبل الكوره فيها. انت ممكن طبيعي، ممكن بس جدا. القصه ايه؟ القصه ايه يا امير؟ القصه انت بتلعب. حتى لو اتكعبلت النهارده جمهور الاهلي هيطلع يسقف لفايل. ما انت موارد امبارح وانت بتلعب الجونه، انت ليك امبارح احصائياتك ايه يا فايلر امبارح؟ ايه الارقام بتاعتك في الماتش امبارح؟ انت ليك 20 فرصه على مرمى الجونه. صح، ده انت النتيجه ما كانتش تخلص اربعه، النتيجه هتخلص اكتر من كده. طب هل دي تعتبر سلبيه عند النادي الاهلي ان انت بتخلص فعاليه كتير جدا؟ فعاليه هجوميه. لسبب بسيط برضو، انت عدد الفرص ده مش شرط يتاح لك قصاد منافسين تانيين. طبعا طبعا، انت هو متوسط الفرص عشان نتكلم على مستوى السبع ماتشات لفايلر 15 فرصه، ده متوسط عالي جدا في الماتش. متوسط الاهداف 3 لحد دلوقتي، المعدل ده نورمال. بس انا بتكلم على ماتش امبارح بس. المعدل ده نورمال طبعا. ان انت من كل يعني فايلر في المباراه عنده 15 فرصه، في المباراه بيسجل 3 اجوان. المعدل ده كويس جدا، كويس طبيعي، كويس جدا. ده طبيعي. لكن لو استمرت على كده ان انت فوق العشرينات وما بتسجلش الا 2 ولا 3، لا ده قليل، ده قليل بالنسبه للفريق. خاصه ان انت لما بتتكلم على الفرص، اصل في فريق يخرج يقول لك والله احنا لينا على المرمى 10 محاولات، تيجي تبص على 10 محاولات تلاقي كره في السماء وكره شاطها من نص الملعب الجون قفشها وفي الاخر بيحسبها محاوله. لا، انا بتكلمك هنا على محاولات. محاوله يعني مشروع هدف على الاقل. صح. يعني مشروع الكره كانت خطر، خطر بما يكفي انها ممكن تبقى جون. دي بنحسبها. اون تارجت الاهلي كان ليه 7 اللي هم بقى المفروض يبقوا 7 اجوان. اون تارجت الكره اللي للاهلي الاهلي سجل 4. طب الفعاليه الهجوميه فايلر بيشتغل عليها، بس اكتر حاجه بيشتغل عليها فايلر هي اللياقه، اللياقه البدنيه. اللياقة. لان طول ما انت عندك اللياقه، طول ما انت هتقدر تهاجم، طول ما انت عندك اللعيب اللي ينافس فكره. صح. فايلر بيبدا المباراه ازاي؟ ما بيذاكر المنافس. فريق كبير فريق صغير، فايلر بيلعب بنفس السيستم. سيستم ايه؟ هضغط، مش هخلي المنافس اللي قدامه اديله فرصه يعمل عمليه البيلد اب ويبني كورته ويلعب على الارض. فايلر بيجبر اللي قدامه يشتت يشيل. ما هو خلاص يا تغلط واخدها منك. فايلر بيلعب ضغط، بيلعب دفاع هاي لاين. فايلر بيدافع من عند منطقه جزاء الخصم، من عند ثلث ملعبه الاولاني. يعني الكره خلاص الاهلي فقدها، اللعيبه ما بترجعش، ما بترجعش نص ملعبها. لا، اللعيبه بتكمل ضغط من نفس الحته دي. ليه؟ الراجل كان حاطط 5 امبارح في الثلث الهجومي بتاع الاهلي، 3 ووراهم 2. الخمسه دول بيعملوا ايه؟ وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم مش هجوميه بس، وظيفتهم دفاعيه. هم اول خط دفاع. صح. دول وظيفتهم، يا تقطع الكره تاني يا تجبره يشتت. متوقع استمرار مستر فايلر في هذا الاداء، او نشوف النادي الاهلي بنفس الشكل اللي بنشوفه كل ماتشات، الشكل الممتع ده؟ وانا في اول الحلقه قلت الاهلي جمهور الاهلي فرحان لانه شايف الفريق بيلعب كوره، بيلعب باداء جيد. موضوع النتائج والاهلي بيكسب طبيعي، مع لاسارتي كنا بنكسب، لكن الاداء مختلف. لا، لاسارتي كنت بتكسب وخدت الدوري بظروف تانية. اوكي اوكي، بلعيبه انا بتكلم اداره، لكن ما خدتش الدوري بمنظومه مدرب. بتكسب بس كنتش بتلعب كوره. ماشي، ما كنتش بتلعب كوره. بص، فايلر المدرب، يعني المدرب دايما اللي بيلعب كوره حلوه هيلعب كل الماتشات كوره حلوه، بس النتيجه في الاخر زي ما بقول لك بتخضع الاربع معايير اللي احنا اتكلمنا فيهم، واخرهم التوفيق وعدمه. ما فايلر مش ضامن طبعا طبعا، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن تعال نتكلم ناحيه فنيه وتكتيكيه، فايلر ما حدش يتكلم فيه، ده مرونه وتكتيك وما شاء الله وتطبيق فكر حديث. طيب من ناحيه البدنيه، لا لعيبتك بتعلى جدا. من ناحيه نفسيه، انت لعيبه الاهلي ده احنا حتى في الاهلي دايما بتتقال كلمه روح الفانيلا، يعني الكلمه دي ما اقترنتش الا بالاهلي. فالثلاث عوامل دول عندك. وكيفيه التعامل مع الاصابات، ما انا بقول لك لا، ما دي جهاز طبي وعندك جهاز طبي شغال كويس. لا، كيفيه التعامل في تعويض اللاعبين المصابين، ما انت بتعوض غيابات واصابات بشكل ممتاز. امال احنا امبارح، لان كان في مديرين فنيين قبل كده بينتقدوا او بيشتكوا من موضوع انا عندي اصابات كتير، ليه؟ فده مأثر عليا عشان هو مش مجهز بدل. هو مش مجهز بدل الراجل، ما بيشتكيش ولا اشتكى. اقول لك على حاجه، فايلر مش محتاج حتى تدعيمات في يناير. ده اذا احتاج مكان واحد، وهو كده كده عنده مكانين، بس اذا احتاج مكان واحد. ده اذا احتاج. لو انا مكان وجهه نظرك، انا كنت شايف ان هو عايز حق مهاجم يشبه فيرمينيو شويه في الاداء. لا، انا دلوقتي بقول، ويعني لو حابب ممكن اقول لعيب بالاسم، قول اسامه جلال، مدافع انبي. طب ما احنا عندنا مدافعين. عندك مدافعين، بس اسامه جلال
من اللعيبه اللي هتفيد فكر فايلر قوي، من اللعيب الهادي العاقل اللي هو في الدفاع قوي، وانت عندك مدافعين اقوياء جدا في الدفاع جدا. انت عندك رامي ربيعه ده فايتر امبارح ما شاء الله، وياسر ابراهيم، ما انا بقول لك هقعد اعدلك، لكن مع واحد زي فايلر انت بتعمل عمليه البيلد اب، انت ما بتشتتش، انت ما بتشيلش كوره، ده الدفاع ده هما بيعتبرهم صناع اللعب من ورا لسه، انت هتبدا الهجمه من ورا ده صناع اللعب. اسامه جلال لعيب مميز جدا في الحكايه دي، حتى انا يمكن كنت شبهته ان هو يعني بيفكرني شويه بستايل بيكي. بيكي برضو من اللعيبه المعروفه انها العقله الهاديه اللي بتبدا كره من ورا، بيطلع الكره سليمه. اللعيب ده لسه محتاج خبرات، لسه محتاج وقت، أكيد بس أكيد بس انا شايف لو في لعيب من جوه الدوري المصري يروح الاهلي يبقى ده، يبقى اللعيب ده. طيب ما دون ذلك انا ما زلت عند رايي ان فايلر برضو محتاج مهاجم ويمشي مع عقليته. ازارو قوي، اجايه ملوش حل، ممتاز، بس فايلر بيحب اللعيب المتعدد المهام. طيب انا عايز اختم معاك بالتشكيل بتاع الاهلي المتوقع في مباراه النجم، تتوقع ايه؟ يعني الماتش اللي فات امبارح رمضان صبحي قعد، اجايه لعب كوينج، كنت بتلعب عمرو السوليه قدامه مثلا قفشه ووليد، هترجع باتنين ارتكاز ولا هتبتدي برمضان تبتدي باجايه، ولا هتكمل مروان محسن ولا هتبتدي بازارو؟ يعني احنا طبعا مش متوقعين حاجه على مستر فايلر، لكن انت متوقع؟ لا لا لا، هيرجع اتنين ارتكاز. ما ينفعش ان انت تروح برده مع فريق محترم وليه اسم طبعا كبير ان انت تلعب بارتكاز واحد. في برده حاجه اسمها احترام المنافس، طبعا عشان كده فايلر بيدرس المنافس. صح. طيب. طيب فاول حاجه هيلعب باتنين ارتكاز. التشكيل، الاربعه المدافعين اللي لعبوا، ربما فتحي الشناوي طبعا، والاربعه الشناوي مفيش خلاف عليه، الاربعه اللي لعبوا ولا هاني؟ ربما فتحي، لان فتحي في الماتشات اللي زي دي بحاجه برده سنه خبره، محتاج حد كبير. هاني كمان عامل ماتشات حلوه قوي. ففتحي، لا فتحي عنده خبرات عاليه جدا، ده راجل كان بيلعب يعني قصاد منتخبات من اعلى منتخبات الكره مع المنتخب، مش حتى مع الاهلي بس. فهو خبراته اعلى. عندك في نص الملعب اتنين ارتكاز، عمرو السوليه، السوليه لا خلاف عليه. مين بقى، عاشور ولا ممكن احمد فتحي هو اللي يبقى في نص الملعب وهاني في مكانه؟ لا انا متوقع ان هو ممكن الراجل يقوم جايب ديانج ويعمل حاجه ثانيه خالص. ديانج لان برضو الماتش ده انت محتاج حد قوي بدني. السوليه هو اللاعب الهادي العاقل اللي بيمصر اللي بيواصل كويس، بيمشي الكوره، بيعمل لك عمليه التدوير، فمين الفايتر اللي يجري ويشتبك ويضرب؟ طيب. انا شايف وفق ان انا بحاول احط نفسي مكان فايلر ممكن يلعب بده، خاصه الماتش ده بدني عالي. قدامهم هيلعب واحد مستحيل يلعب باثنين اللي هو قفشه، اللي هو غالبا قفشه، الجناحين لا خلاف على الشحات وعلى رمضان. المهاجم مين بقى؟ على حسب قرايه مستر فايلر لفريق النجم. لو مستر فايلر عارف ان فريق النجم هيلعب على التامين وشاف ده وتوقع ده، مش هيلعب بازارو. ازارو هيبدا بيه لو حس ان النجم هيلعب مع جيم مفتوح. تمام. محتاج واحد هنا سريع، وهو عارف، وهو اكيد احنا عاملين نتكلم ونقول البط ده، اكيد مستر فايلر زمانه عارف ان دي عيب النجم بقاله اسبوع. يعني احنا بنتكلم فيها النهارده، ومستر فايلر اكيد عارفها من اسبوع. اكيد عارف لان الراجل كان طالب الكلام ده وشافها وحلل، فاكيد عارف ان قلبين الدفاع بطاء، اكيد عارف ان هو سهل يضربهم من العمق. فمين عندي اسرع مهاجم؟ ازارو. ازارو مش سريع، ازارو عشان برضو ازارو عنده اعلى معدل تسارع في الدوري المصري. يعني ازارو من الستارت انا هجري وانت هتجري، وازارو هيجري جنبنا، ازارو هياخد اول ثلاث خطوات هيسبقنا. حلو. يعني انت تتوقع مين اللي يبتدي مهاجم؟ على حسب طريقه، على حسب انت شايف هي ما بين اجاييه وازارو. اجاييه او ازارو، ماشي. ايا كان مين اللي هيبتدي ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ويجيبوا لنا ثلاث نقط في اول مباراه في دور المجموعات، وان شاء الله تكون بدايه والانطلاقه قويه جدا نحو عوده هذه البطوله اللي ضل عن دولاب بطولات النادي الاهلي بينتظرها في الحقيقه جمهور النادي الاهلي. استاذ وليد نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا بتواجدك معانا. انا اسعد ان انا كنت معاك. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ وليد زينهم الناقد الرياضي والمحلل كمان في الحقيقه، الراجل حلل لنا الاهلي بشكل كبير، مستر فايلر بروزل يوسف الراجل كان معانا في حلقه كلام في الميديا النهارده، بنشكره شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله حلقه مهمه ومواصله في متابعه اخر اخبار النادي الاهلي بشكل كامل والفريق الاول لكره القدم بالتحديد قبل التحدي الافريقي يوم الجمعه باذن الله تعالى. نتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده ان شاء الله، استنونا، الى اللقاء.